خلينا اليوم نحكي مشاركاتكم، انتوا شو حابين، عن شو حابين اليوم نحكي؟ اذا طلبتوا كمان شيء معين نحكي فيه ممكن احكي لكم، واذا حابين شاركونا يا ريت. مين عنده تجربة بالمنتج حابب اليوم يشاركنا؟ أنا عندي أختم عمران. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي. أنا عندي كان مشاكل كتير بالشعر، يعني شعري كان كتير تعبان، كتير عندي فراغات بالشعر. استعملت زيت الجانو واستعملت الشامبو، كتير فرق، يعني استعملت لي شهر استعملتهم، كتير كتير استفدت. حلو، رائع. سؤال، يعني مثل مشاكل مثلا جلدية مثلا، ولا شعر قليل وهيك؟ ايه شعر خفيف، لا مشاكل جلدية ما في، بس كان هيك فجأة هيك شعري صار يهر، صار له فترة يعني من دخل صار لي شهر بالشركة أنا داخلة، وجبت هالمنتجات الزيت والشامبو، كتير كتير يعني ما شاء الله فرق كتير خلال هالشهر، يعني الشعر كله عم يطلع. ما شاء الله، حلو، رائع، ايوه ما شاء الله. وجربت شيء غيرهم كمان شاركينا، ولا بس هذول بديتي كمان؟ ايه جربت كمان الصابونة والمرطب، كمان شيء رائع يعني على البشرة. انا يعني بطبعي كتير عندي مشاكل، يعني بخاف احط اي شيء على وجهي، اي خلطة اي شيء ما بحط، يعني ايه عندي جربتهم اول مرة، ايه كمان شيء رائع للوجه. ما شاء الله، حلو كتير، رائع، الله يجزيك الخير. كمان بنصحك السبيرولينا من الداخل، مشان إذا كان هذا يعني تساقط الشعر يكون يعني قلة فيتامينات، تستفادي من السبيرولينا من الداخل. ايه عم بستعمله كمان السبيرولينا، والله عم بستعمله. حلو حلو، رائع. ايه عم بستعمل طيب، السبيرولينا والقهوة، كمان عندي مشاكل بالصحة، يعني عندي شوية بدانة، كمان نزلت خلال شهر نزلت 7 كيلوات من ورا القهوة والسبيرولينا. ما شاء الله، حلو، معناها علي عندك تجارب كتير حلوة، معناتها مو بس الشعر يعني. ايه والله، يعني رغم صلي بس حلو، عمري شهر رائع، قلت بالشركة، بس هيك شفت يعني قلت المنتجات كلها طبيعية 100%، ما خفت يعني سوي جربت. نعم، الحمد لله رب العالمين، الله يجزيك اي الخير عن والله تجاربك. الله يسلمك. عندك شيء كمان؟ لا يعطيكم العافية. السلام الله عليكم، صباح يعافيك يا رب، الخير شكرا كثير سيدة لك. في عمران. اخت نور كمان، تفضل تفضل، يسعد السلام صباحك عليكم، يا رب، اهلا وسهلا، بحييكم جميعا، يا بحيي هلا، كل وعليكم الأبطال، السلام، بارك تفضلي. الله فيكم. هلا ست أم عمران، في واحدة بتسأل ما هي المنتجات اللي بتساعد على الطول، طول جسم الإنسان، يعني عندها أطفال بيحتاجوا شيء منتجات تقوي طولهم، يعني نعم، في هلا شيء. شوفي، للأطفال يعني هو هلا عم ينمو، تمام، هو بده غذاء صحيح، تمام، يعني ايه هلا السبيرولينا بروتين، فيتامينات، معادن، تمام، كتير مهمة للأطفال. في عندك عرف الأسد كمان كتير مهم للأطفال، لأنه هو عم يساعد على نمو الأعصاب بكل الجسم وبتطور مخهم بشكل عام، كتير منيح ومفيد، تمام. وفي عندك الكوكوزي كمان، الكوكوزي الكاكاو فيه كتير يعني في له كتير فوائد للجسم، تمام، ومضاف إلى الفطر ريشي الجي ال، فهو كمان حيعزز ويرفع من مناعة الأطفال، تمام، ويفتح الشهية، تمام. فيعني أنا برأيي مناسب كتير يعني لكل الأطفال، يعني هن كغذاء أساسي وصحي، السبيرولينا، عرق الأسد، والكوكوزي، وبإذن الله بيستفاد بالمجمل، يعني مو بس طول، أنا بقول لك كغذاء، كصحة، كمناعة، تمام. ساعتها إذا هو إذا مثلا ما عم يطول قلة غذاء، أكيد حيستفاد بإذن الله تعالى، إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير أختي أم تمام، عمران. إن شاء الله. تمام، بارك الله فيك. وإياكم يا رب، تسلم يا رب، أهلا وسهلا، شكرا لك. تفضل أخ مصطفى، حضرتك عم فتحت مايك، تفضل. يعني عندي أختي صغيرة، تمام، عظمها كثير ضعيف وقصير، يعني هي عمرها بال 13 14 سنة، طلع عليها منظر عمرها بالتسع سنين. نعم، شوف أخي الكريم، يعني نفس الجواب، عرفت كيف؟ ممكن هي مثلا نقص فيتامينات، غذاء مثلا مو صحيح، مناعة ضعيفة، تمام، بدول فيهم نفسهم هدول، لأن هلأ حكيتهم، السبيرولينا، الكوكوزي، وعرف الأسد، تمام. في عندك شغلة
يعني هلا مثلا انتوا اعطوها هدول وتمشي عليهم، لكن مثلا بهذا العمر مثلا بيجي معه مثلا يعني البناء البلوغ، اذا عنده خربطة هرمونات شفتوها هي على حسب شو عم يصير معه، ممكن تضيفوا له الفطر الريشي الاساسي الارجي، مشان شو؟ مشان تزبط هرموناتها ويزبط نموها، تمام؟ لكن اذا بس مشكلته يعني غذاء ما عنده شيء تاني، هدول الثلاثة بيمشوا الحال بإذن الله تعالى. لا هو المشكلة انه بس غذاء يعني. نعم يعني نعم اخذت انا بإذن مره الله. قال لي النمو تبع العقل السبيرولينا. الصوت مو واضح أخي مصطفى، إذا بتقرب على المايك عم ما عم بسمع منيح. عم اقول لك اخذت مره لعند دكتور انا وقال لي النمو تبع العظم هو صاير ضعيف. ايه اه انه نعم بس تمام. معناتها نعم شوف، معناتها مع السبيرولينا وعرف الأسد والكوكوزي، خلينا نضيف الكورديسيبس. الكورديسيبس أيضا بنمو العضلات تمام، وتوصيل الأكسجين إلون وبناء الكتلة العضلية كمان كتير مفيد، تمام كتير منيح. وطبعا يعني النصيحة العامة لكل حدا، هي مكملات غذائية طبيعية بنبدأ فيها بالتدريج تمام، ومنزود على مهلنا. يعني خليك كل يوم تاخذ حبة حبة من كل نوع، أسبوع مثلا كامل تمام، الأسبوع الثاني تزود حبة، الأسبوع الثالث تزود حبة، لا توصل لمرحلة كل من كل نوع 4 5 حبات. دكتور ممكن بس تبدأ فيهم على الريق، ممكن تقسمهم خلال اليوم ما في مشكلة. تفضل. عشان أسأل الأدوية يعني نعم الأسامي الأدوية بس فيك تعيدي لي يعني عشان أكتب ما أسجلها سمعت أنا. السؤال. ايه تكرم عينك. هلا هن مكملات غذائية تمام، السبيرولينا، أيوة تمام مشروب الكوكوزي، عرف الأسد، ايوه الكارديشيف، اخر واحد اسوأ تمام هدول هم فطر الكورديسيبس. تمام. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي تجربة حابة أقول لهم إياها للأشخاص اللي قالوا مشان الطول. هلا مشان الطول هي اسبرولينا يعطوها للأطفال، يعني 3 حبات، 3 حبات يعني يوم إيه يوم لا، خلال شهر بيستفيد عليه بالإضافة للكوكوزي. كتير أنا بنتي تغيرت عليه وما شاء الله، يعني كانت هي أصلا أقصر من الأطفال بالشكل العام. هلأ صرت لما عم آخذها عند الطبيب بيقول لي، بيرجيني الورقة تبعها بيقول لي إنه شوفي إنه هي صارت أطول من الأطفال يلي بعمرها. ايه ما شاء الله. هي بالإضافة بده ياخذوا الأطفال هن كمان بيوصفوا فيتامين دال كل يوم كم نقطة، شي 3 4 نقاط بالإضافة للإسبرولينا، هي بتساعد على الطول وبتساعد على كثافة العظم على فكرة. انت بالنسبه للفيتامينات الفيتامين نعم ما اعطيت نعم اياه كل يعطيني فيتامين ومشان يكسبوا صحة الأطفال ياخذوا الإسبرولينا بعد الأكل الصراحة، مو قبل الأكل. يعني بعد مثلا تاكل نعم سندويشة تاخذ 3 حبوب اسبرولينا بتتحسن فورا. يعني انا ما شاء الله بنتي دغري ورد خدودة على الاسبرولينا. ما شاء الله ايوه ما شاء الله. الله يديك الخير. في بس في شغلتين والله يعني حضرتك مهمين ذكرتيهم، انه هلا هي السبيرولينا فعلا هي فيها 70% بروتين تمام، ففعلا هي اذا قبل الاكل ممكن تساعد على صد الشهية، فنحن بناخذها الكبار قبل الاكل ما عندنا مشكله، لا لسه احنا احسن انه مثلا بتساعد على التنحيف. الاطفال فعلا تفضل بعد الاكل تمام، عشان ما انه تروح تمام قابليته للطفل. هي شغله. الشغله الثانيه، هلا انت حضرتك عم تحكي اخي انه جربت لك كل شيء تمام، انت هلا ركز على هدول تمام. ومثل ما عم تحكي الاخت نور، هلا مثلا فيتامين دال كثير مهم، خصوصي هلا كنا نحن بالشتاء يعني الشمس كانت كتير قليلة، تعرضنا لدال كتير قليل تمام، كلياتنا بحاجة هلا لفيتامين دال. حضرتك ركز وقت بتضطر تاخذ مكملات غذائية حتى من الصيدلية، هي بتكون تصنيع معمول تمام. شوف مصدرها يكون تصنيع طبيعي. يعني بتجي مثلا على فكرة مثلا مكمل غذائي مثلا فيتامين دال مثلا حقه 50 ونوعية مثلا حقه 250 تمام،
هذا بيفرق بالمصدر، مصدر مثلا تصنيع معمل ما له فائدة حتى لا لسه بيضر بالجسم، ومصدر أساسه من الطبيعة يعني مأخوذ من الطبيعة واصل، تمام؟ فحتى بالصيدلية فرق أسعار المكملات بشكل كتير كبير، بتكون من طبيعي وغير طبيعي. فهي كمان يعني للفائدة كتير مهمة إنه الواحد وقت بيستفاد بيكون فعلا عم ياخذ منتج، يعني لازم يكون منيح ومصدر موثوق، وإن شاء الله بتستفاد. وبدي أقول شغلة أستاذة مروة، بس شغلة صغيرة بالنسبة لفيتامين د، طلع إله وقت معين لازم ياخده الإنسان، يعني أحسن وقت إله هو حتى فترة يحسن ياخده. العصر، وبده ياخده مع وجبة دسمة، يعني مثلا ياكل سمك وياكل شي شغلة، يعني ما ياخده هيك على معدة فاضية صراحة، لأنه بيأثر عليه، لازم ياخده مع نعم. وجبة أكل. هاي شغلة. والشغلة الثانية كمان، أنا عندي تجربة حابة أفيد العالم فيها برمضان، سبحان الله، يعني بنتي الصغيرة طرفت لي عيني هيك، فات ضفرة بعيني، ما تعرفت أنا شو بدي أعمل، يعني عيوني حس ما عم تدمع لحالها، صارت عيني استعملت القهوة السوداء هي كمادات باردة لإلي، والله العظيم من يومين صار أها. يعني بياض عيني صار أزرق، يعني كثير كثير ما استفدت شاء عليها، الله. يعني هاي تجارب حبيت تفيد العالم لا فيهم، يعني إن شاء الله يا رب يستفيدوا. ما شاء الله، شكرا والله لكم. الله يجزيك الخير يا رب. حتى فعلا المعلومة اللي انت ذكرتيها، هو بيقولوا فيتامين د كتير تقيل كمان على المعدة وعلى الجسم، فيفضل بعد الأكل. والنقطة اللي انت ذكرتيها كمان كتير دقيقة على فكرة، انه فيتامين د ما بيمتص الجسم إلا مع دهون، يعني يكون الشخص اكل فيه اكل دهون بعد الاكل. فهي مثلا مثل ما انت ذكرتي مثلا العصر مثلا وجبه دسمه، حتى اللي ذكرته انا مثلا فيتامين د مثلا اللي بيجي سعره غالي، اللي بيجي مثلا د كومبلكس، انه هذا من مصدر طبيعي، بيكون هو مضاف له دهون جاهزه. يعني مثلا اذا حطينا، اذا هو كان جاي سائل حطينا نقطه على اصبعنا بيكون زفر، هذا معناته هذا الفيتامين د منيح، تمام؟ بس يفضل طبعا بعد الاكل مشان انه يكون على معده مليانه. الله يجزيك الخير يا رب. في هون الأخت رغيدة فاتحة مايك، تفضلي إذا عندك مشاركة. أخت رغيدة أو رغدة، صباح الخير للجميع، ويسعد تفضلي. صباحكم. لو صباح النور، أهلا وسهلا. افتقدنا لفقرتك أم عمران، ربي يعطيك الصحة والعافية. أنا بس حابة أصب عليكم ربي يسلمك. ويعني وعايد عليك أم عمران، وبس شكرا لك. حبيبة قلبي، شكرا لك، شكرا لمشاركتك لصباحك الجميل. الله يجزيك الخير يا رب. مين حابب كمان يشاركنا؟ مين عنده تجربة؟ ما شاء الله، يعني هلأ برمضان كتير كان عنا مشاركات وتجارب على المنتجات. كيف انه مثلا قضيتوا أول رمضان لكم بالمكملات؟ جتنا يعني مشاركات فعلا حلوة. هذا اللي مثلا مثلا مع مثلا وجع راس من الصيام عبر سنين، او مثلا وجع معدة أليم، كلياته هذا بالمكملات الحمد لله شاركتونا وقت تجاربكم انه راحت، ما عدتوا حسيتوا فيه. مثلا اشخاص كانت ما عم تقدر تصوم صارت تصوم ما شاء الله. فممكن اي شخص كمان حابب يرجع يشارك تجربته، كيف انهى رمضان بالمكملات، شو استمر، شو اخذ، شو صار معه فوائد، شاركونا. سؤال تاني معلش. وإذا في أسئلة كمان أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. سبب الدوخة الكتيرة، دوخة كثيفة يعني كتير دائما، يعني ايش هي اسبابها او ايش العلاج؟ ممكن هلا والله هي أكيد لها أسباب كتير، مثلا ممكن بيقولوا مثلا عدم التوازن من الأذن، التهابات الأذن، ممكن يكون فقر دم مزمن، عرفت؟ ممكن تكون الشغلة إذا ما عم تتكرر مثلا بس مثلا عند مثلا القعدة والقومة فجأة، تمام؟ فأنا بقول لك شوف أخي الكريم، أنت هلا حضرتك يعني داخل البيت، هي إلي شوف الجسم بحاجة دائما تمام الغذاء الصحيح. يعني عندنا نحن بالشركة، خليني أقول لك اسمهم، المثلث الذهبي، تمام؟ هدول غذاء صحي أساسي لكل جسم، يعني لكل جسم، سيدة رجل، إن أيوة. كان مريض أو إن كان ما في شيء، ما عم يشكي من أي أمراض، تمام؟ كل الأجسام نحن لا بحاجة لا لشو؟ للغذاء.
تمام. الغذاء لازم يكون متكامل من كل الفيتامينات والمعادن، تمام. للأسف إحنا ما عم نحصل من غذائنا على كل شيء الجسم بحاجته، مثلا خلينا نقول لك حديد، كالسيوم مثلا، زنك، كثير في معادن وفيتامينات، تمام. فالجسم بحاجة لمساعدة، تمام. شو الشيء الأساسي اللي بحاجته؟ مثلا السبيرولينا، خلينا نقول لك مثلا هي فيها فوائد كثير، فيها فيتامينات، فيها حديد، فيها كلس، فيها معادن، فيها بروتين، تمام. في عندك الفطر الريشي، تمام. الفطر الريشي مثلا خلينا نقول في ار جي وفي جي ال، تمام. هن نفس الشيء تقريبا، لكن الار جي بيستخدم اكثر للكبار. ليش؟ لانه لسه بيعمل على طرد سموم، تجديد خلايا، تمام، رفع مناعه، تمام. الجي ال اكثر للاطفال لانه بيرفع المناعه اكثر من انه يطرد السموم لجسم الطفل الصغير، تمام. نحن بيكون مثلا ملان جسمنا اكثر سموم فبحاجه الار جي، تمام. فنحن وقت مثلا كمان بناخذ الفطر الريشي، تمام، طرد سموم، توازن هرمونات، هذا الامر الكثير مهم، تمام. في مثلا الغدد ما عم تشتغل منيح الا الفيتامينات تخربطت، ما عم تفرز منيح، مثلا السكر، الضغط، هات كلياته عندك الفطر الريشي بيعدل، بيعدله، تمام. المنتج الثالث هو عصير المرنزي، تمام. عصير المرنزي هو كتير رائع وطيب، بيجي طعمته مثل تقريبا التمر هندي، تمام. تشربه دغري، ممكن تضيفه لمي وتشربه كعصير، تمام. هو للجهاز الهضمي، تمام، لتصليح المعدة، الجهاز الهضمي، حمض المعدة، لأنه الشخص يهضم الغذاء ويستفاد من فوائده أكثر، تمام. وأيضا مضاد التهاب كتير قوي، يعني بروح لك التهابات عامة بكل الجسم، بيرفع المناعة، بيعطي قوة ونشاط، تمام. بيعدل التهابات، إذا في التهابات بالجسم للدم بيوصل، تمام. فأنا بقول لك هي المثلث الذهبي، يعني هذا لازم الشخص يعني يستمر عليهم، تمام. مثلا اذا هيك، طبعا يعني هي معلومه لكل حدا كمان جديد معنا، نصيحه اللي حابب يبدا بالشركه يجرب منتجات، انا بقول له يجرب المثلث الذهبي اللي هلا حكيتهم، فطر ريشي، سبيرولينا، مورنزي. شو مثلا بحب عليهم يضيف؟ مثلا قهوه سوداء، مثلا صابونه، معجون اسنان، تمام. هلا بتجينا مثلا حالات اكثر، مثلا شخص مثلا عنده مشكله بالاعصاب مثلا، او مثل ما هلا حكينا مثلا الاطفال مثلا نمو، تمام، زهايمر مثلا، ألم بالركب مثلا، بالظهر مثلا. فطر عرف الأسد مفيد أكثر، بقول لك أنا له في كتير فوائد ما بينحصر، تمام، لكن له فائدة مثلا بالخصوص للأعصاب والخلايا الأعصاب العصبية، للخلايا الميلامينية، حتى مثلا للأمراض الجلد اللي مثل البهاق مثلا بيروح لونه، منضيف لا عرف الأسد، تمام. طيب مثلا في اشخاص عندهم مشكله بالعقم مثلا، او مثلا بالرئتين، تمام، الجهاز التنفسي، الربو، تمام، الكبد، الغده لسه اكثر، لسه شوي، منضيف الكورديسيبس، تمام. هو يعني عم يكملوا الجسم كغذاء، كرفع مناعه، كتصليح، كتجديد من كل النواحي، تمام. بالاكل الاساسي المثلث الذهبي، حاب ايوه الشخص يكمل ويفيد مثلا عرف الأسد والكورديسيبس، تمام. أنا بقول لك تبدأ بالمثلث الذهبي يعني، وبإذن الله بيبين معك لسه أنت إنه حتتحسن، حتستفيد، تمام. هلا انت عم تتفضلي تحكي انه على الفيتامينات وما الفيتامينات، انا ما عندي نقص بشيء الحمد لله، رحت لعند طبيب ورحت عند كذا طبيب يعني قال لي فيتامينات ما في نقص خالص، كيف ما شاء الله كثير يعني تصدق انا ماشي فجأة بدوخ يعني انا ما بارك انا والله واقف انا يعني مثل تصدق يعني ما لك. موقف نعم، فهمت عليك. يعني انا بقول لك توكل على رب العالمين وخذ هدول المثلث الذهبي. ممكن مثلا يعني انا مثلا عم فكر، تمام، ممكن مثلا الدورة الدموية ما عم تمشي بشكل صحيح، تمام. القلب مثلا ما عم يضخ دم للمخ بشكل عام، عم يصير في دوخة، تمام. طيب هي بيصلحها الفطر الريشي، بيصلحها ما شاء الله عنا قبل هالمرة، يعني عالم مثلا بحاجة اسبرين، مثلا عالم بحاجة مثلا عنده مثلا تجلطات، الفطر الريشي بيساعد على سيولة الدم وضخ الدم بشكل صحيح، تمام. يعني بشكل عام انت جسم عم تنظفه، عم تخليه عم تساعده انه يشتغل صحيح، تمام. بس اضيف لك شغله ان شاء الله، تمام، وبإذن الله
تفضل. عم اقول لك، ما الدوخه احيانا بعض الاحيان تزين النغزه قويه بالقلب. هي يعني ممكن معناتها يعني هذا السبب. ممكن انت مثلا واقف، مثلا عم تمشي، مثلا بذل مجهود، القلب ما عم يلحق ضخ، تمام. ممكن الشرايين مثلا ضيقة شوي، تمام، ضيقانة شوي من الكوليسترول. هذا الكوليسترول شو مثلا؟ سكريات عالية، مثلا التهابات، مثلا دخان، مثلا عرفت كيف اخي الكريم؟ فتحتاج الى تنظيف يعني. ايوه بكره ان شاء الله يعني حضرتك، انا شوي عم اعطيتك جواب كتير مفصل لك ولكل الاخوه، يعني خليني اقول لك اساس البدايه او اساس لجسم صحي، تمام. خليني اقول المثلث الذهبي. بكره انت ان شاء الله حضرتك والاخوه واللي بيحب مثلا حب يجرب وجرب، بكره ان شاء الله انت بتشاركنا تجربتك، بتقول فعلا انا مثلا حسيت بكذا بالبدايه، مثلا تحسنت، حسيت بنشاط فعلا، ما عاد مثلا بعد اسبوع مثلا صارت نادره، بعد اسبوعين ان شاء الله الحمد لله مثلا انا ما عاد اجتني. بكره ان شاء الله بننتظر لسه مشاركات تجاربكم. إن شاء الله. الله يديك الخير ان شاء الله تعالى. في هون، وإياكم يا رب، أهلا وسهلا أخي الكريم. في هون آخر تعليق جانا عم يقولوا سؤال، في علاج لترك التدخين؟ في عادة عصير المرنزي استخدم لترك التدخين، هو بيساعد على فكرة، هو بوقت مضاد التهابات، بنظف الجسم لسه وبنظف الدم مثل ما حكينا، بيساعد على تنظيف الدم بشكل أسرع من النكوتين. يعني إذا الشخص طبعا حصرا بده يكون هو بده يترك التدخين وعنده إرادة، تمام، ياخذ خليني اقول اقل منتجين، هن الكورديسيبس وعصير المرنزي، تمام. يبدا فيهم بالتدريج، ومثلا عصير المرنزي مثلا بعد مثلا بدل كل سيجاره مثلا معلقه تمتص بالتم هيك على مهل على مهل على مهل، فبتغني عن السيجاره، تمام. ومع الاستمراريه والكورديسيبس تنظيف الرئتين باذن الله. على فكره في قبل هالمره كثير اشخاص يعني تركوا التدخين، خصوصي هلا مثلا برمضان كان يعني انه فرصة الواحد يستغلها مع الصيام يعني يترك التدخين، بس يعني الوقت مناسب، بأي وقت الواحد حابب يعمل شيء منيح اكيد يعني مع المنتجات حتساعده بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. مين كمان حابب يشاركنا في أسئلة كمان؟ إن شاء الله تعالى بإذن الله. حتى في قبل السلام هالمرة عليكم. أخت شاركتنا انه ابنك كمان ترك التدخين. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ختم تو سمعتك عم تحكي مشان العقم. لا انا صار لي بحدود 15 سنه. طبعا اذا في المنتج اللي موجود بالشركه علاج له، ما يعني بدل مكسي اظن احنا والله لك قلنا ايه بقى. بدي اسال على العلاج تبع العقم. تمام، تكرم عينك باذن الله حبابك. هلا بس انا قبل ما اجاوب، ما شاء الله على في قبل هالمره مشاركات كتير من الاخوه انه مثلا استخدموا وصار حمل من الاقارب من المعارفين، باعوا منتجات. اذا في حدا من الاخوه عنده تجربه هلا موجود معنا يفيد الاخ انه انا مثلا استهلكت واستفدت. قبل ما اجاوب كمان انا، في حدا معنا؟ مين عنده تجربه؟ ان شاء الله الاخوات اللي كانوا عم يشاركونا هي التجربه يكونوا مضمومين. تفضل. في عندك؟ تفضل. في عندي ملاحظه. هلا انا بزماناته من شهر سنتين عملت عمليه زرع. المشفى اللي عملت فيها العمليه اللي انتم وضعكم ممتاز، ما بتحتاجوا شيء، يعني ما في داعي لا للعلاج ولا للزرع. قلت له معلش بدي اعمل، لانه انا جرب كثير وصل لي 15 سنه. ايه وعملت العمليه وفشلت ما نجحت. قام اخير الشيء اللي الدكتور هذا بنسميه عقم غير معروف في الطب اللي عنا، انه وضعكم سليم ممتاز مين، بس ما عاد بيبقى لازم.
نعم نعم إنه يعني ما في سبب واضح والتحاليل سليمة. تمام فهمت عليك. شوف أخي هلأ بالنسبة لل نعم ماي خيط ماي نعم شوف أخي الكريم هلأ بالنسبة للمنتجات اللي إحنا عادة بتساعد لأنه مثلا حالات العقم وفعلا ما شاء الله في كتير تجارب بعدها استفادوا. تمام الرباعي الذهبي تمام مثل ما حكينا هلا انت اكيد حضرتك سمعت معنا يعني مثلا اساس كغذاء لكل الجسم السبيرولينا الفطر الريشي عم يظبط الهرمونات تمام عم يطرد سموم عم يرفع مناعه الفطر الريشي المورنزي ومنضيف عليهم كمان الكورتيسيبس تمام هدول الرباعي الذهبي بيبدا فيهم الشخص بالتدريج تمام يفضل بما انه يعني نحن ما بنعرف مثل ما حضرتك عم تحكي مو مبين مثلا يعني مثلا انه الضعف من وين تمام يعني الخلل مثلا نقص الفيتامينات من وين مناكل من الزوجة تمام استخدمون حضراتكم انتو اثنين تمام ابدوا بالتدريج وزودوا الكمية بالتدريج مثلا لتوصل كل نوع مثلا 4-5 حبات تمام واهم شيء الاستمرارية تمام انا بقول لك من خلال خليني اقول لك بالبداية هلا بس انتهى اللقاء اكتب على اليوتيوب تشافي او مثلا حالات العقم منتجات دي اكس ان هتلاقي كتير فيديوهات حاكين تجاربهم بعد سنين استخدموا المكملات وصار حمل تمام ما شاء الله قبل المرة اجتنا كمان ايضا مشاركات كتير بعد استخدام الرباعي صار عندهم حمل بعد استخدام الخماسي يعني مثلا معاد في الاساس كمان صار عندهم حمل في ما شاء الله وحدة بعد مدري كم سنة عفوا استخدمت بس وصار حمل هي انا مثلا في بعد 15 يوم في منهم مثلا لا بعد 7 اشهر في منهم لا بقول لك مثلا بعد سنه هون كل شخص وحسب جسمه حسب هو شو ناقصه في عالم مثلا هي بتجي عندها تحاليل كتير مثلا نتيجتها ضعيفه تمام هي مثلا ممكن يقول لك تحتاج وقت اكثر في مثلا عالم مثلا محتاجه مثلا بس فيتامينات غذاء ممكن تستفاد اسرع عرفت كيف فأنت توكل على رب العالمين خد بالأسباب بإذن الله يا رب الله يأذن لكم الذرية الصالحة بإذن الله تعالى تفادوا تفضل أخي عمار حضرتك أستاذ عمران ممكن أنا أشارك الله يسلمك ممكن أشارك مشاركة بالنسبة للعقم لمشان الأخ يسمع طبعا أنا عندي أصبح صار عندي بالفريق 3 حالات تشافي من العقم واحدة من الحالات لأخت من السودان مقيمة بالسعودية من استخدامها للمنتجات بشهر ونص تم حالة التشافي عندها وفي حالة لا 3 شهور ولا في حالة عندي طولت 6 شهور فهذا بيعود لحسب يعني ما هو المدة يعني تكون مقسومة لا خلال فترة معينة لازم يكون يصير تشافي لا هذا بيعود لطبيعة الجسم الجسم الشخص أو لمدة العقم أو لنوع العقم شو هو فإن شاء الله سبحانه وتعالى باللي حكيت لك إياه الأستاذ عمران بالرباع الذهبي حتلاقي عليه النتيجة بإذن الله تعالى لأنه هي مكملات غذائية بالنهاية المشافي الله سبحانه وتعالى طبعا يا أستاذ عمر وأستاذ مروة على ما تكلمت أنه قابلية الشفاء سواء من العقم أو أي شيء من الأمراض هو على قابلية الجسم وتفاعله مع ايش مع المنتجات قابليه المنتجات اذا تفاعلت في الجسم وصارت الجسم تقبل المنتجات بشكل سريع صار هناك حاله تشافي سريعه باذن الله تعالى لاي مرض كان في جسم الانسان فالمنتجات هي ترمم الجسم الانسان ككل وليس للمرض معين فقط استاذه ام عمران صحيح قلتي انت الرباعي الذهبي للعقم والعرف الأسد ينفع؟ نعم أوكي ينفع أكيد هلا شوف الشخص مثلا عنده مثلا نعم استخدم الخماسي أكيد بيستفيد يعني مثلا مو مثلا والله مثلا حيضر أو ما عاد يستفيد بس احنا انه شو اللي هو اللي حيفيد لهي الحالة كافي الرباعي بإذن الله كافي تمام حبي يزود عرف الأسد أكيد خير وبركة تمام في بعض الأشخاص جرب الرباعي فحصلت معهم ايش في انفعالات او ردود عكسيه للمنتجات فعرف الاسد هو ايش ينهي هذه الاشياء فاذا عندها الاستطاعه انه يشيل الخماسي
هو أفضل. نعم. وإذا كان عندها الاستطاعة أنه يشيل الرباعي أيضا مفيد. نعم. شوف أخي الكريم، هلا هي رد مثلا مثل ما أنت عم تحكي رد المضاعفات، مو ضروري فقط أنه مثلا أنه لأنه ما استخدم عرف الأسد، تمام؟ بشكل عام هي مكملات الغذائية، خليني أحدد أنا بالتحديد الفطر الريشي، تمام؟ عنده أعراض إخراج السموم، لأنه هو فعلا يعني عم ينظف، خلص يعني عم ينظف، عم ترد لك سموم، عم يموت لك خلايا مثلا تعبانة، فيها التهابات مثلا لا سمح الله ممكن تتطور لسرطانات مثلا، تمام؟ عم يجدد لك الخلايا، عم يرفع لك المناعة، تمام؟ في التهابات عم يقتلها، فهذا كلها السموم بالجسم بتصير على مهلها بتنطرح لبرا، تمام؟ فإذا الشخص دغري من مثلا بداية من أول يوم اخذ اربع حبات فطر ريشي كتير غلط، تمام؟ هني انا بقول لكم الجرعه الصحيحه للجسم مو بس اربع حبات، 8 حبات، معلقه صغيره، تمام؟ اذا الحب الواحد فرطه بيطلع يا دوب بيطلعوا 8 حبات، تمام؟ لكن من البدايه غلط، يعني دغري انت بدك تنفض جسمك هيك نفض فورا، لا غلط. ناخذ كل يوم حبه، اول اسبوع خليني اقول كامل. على فكره يعني في اشخاص مثلا ما بصير معها شيء، اشخاص مثلا شويه وجع راس، اشخاص لا بتتعرق كتير، بصير مثلا دخول حمام كتير، ممكن مثلا اذا الشخص بدا بالتدريج وكل يوم حبه كل يوم حبه، لا ما بصير شيء باذن الله، انه خلص الجسم على مهله عم ياخذ على هي المكملات، تمام؟ فنحن يعني من دقائق بالبدايه انه بالتدريج، تمام؟ كل اسبوع نضيف حبه. هلا ما شاء الله في الاخ عبد الله، الله يجزيك الخير، عم يقول ما قدر يفتح مايك، عم يقول جارته على المنتجات حبلت على الرباعي الذهبي اللي حكينا عنه، الدكاتره قايلين انه ما عاد تحبل باقل من 3 اشهر حبلت، ما شاء الله وكان. الله يجزيك الخير اخي الكريم على المشاركه. اخت فاتن، الرباعي الذهبي، السبيرولينا، الفطر الريشي، المورنزي، الكورديسيبس، تمام؟ ان شاء الله تعالى. الله يجزيكم الخير، ما شاء الله مشاركاتكم، شكرا كثير لمشاركاتكم، لاسئلتكم، يعطيكم الف عافيه. ما شاء الله ما قصرتوا معنا. نستودعكم عند الله بما انه هيك حغيب عنكم ان شاء الله فتره، الله يفتح عليكم وعلينا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمه الله. صباح الخير دي اكس ان، تحياتي للجميع. ما شاء الله على الهمة، تأخرنا اليوم بفتح اللقاء، ولكن ان شاء الله تعالى الان لح يعني نشرح فكرة العمل مع دي اكس ان، لانه معنا ما شاء الله اعضاء جدد. بس اكتبوا لي بالشات، بالله اكتبوا لي مين معنا جديد، اكتب لي رقم 1. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، حي الله أخي مصطفى، حي الله بتار، حي الله محمد، حي الله فيفا، حي الله نور، حي الله يامين، محمد، سهر، يا هلا، حياكم الله وبياكم. مين معنا جديد؟ اكتبوا رقم 1 بالشات يا جماعة. يا هلا، حي الله لورانس، أهلا وسهلا. الجدد يكتبوا رقم 1. طيب تمام، كل مين جديد يكتب رقم 1، وايضا شركائنا جميعا جميعا جميعا، كل مين دخل معكم جديد دخلوا معنا اللقاء ان شاء الله تعالى، رح نبدا بشرح فكره العمل، تمام؟ طيب انا بدي افتح بس السلايدات، انتم تاكدوا لي الصوت تمام والصوره تمام، تشاركت عندكم الشاشه.
الآن يا جماعة الخير اكتبوا لي بالله الصوت واضح والشاشة مشاركة ما هيك؟ هلا في صوت؟ آه تمام تمام رائع. حياكم الله يا أهلين وسهلين بالجميع. أهلا وسهلا أهلا وسهلا وطف الجرن. هاي بالشامي مين بيعرفوا هذا المثل؟ أهلا وسهلا وطف الجرن. هلا ليش طف الجرن ولا ما بعرف؟ هيك كانوا يقولوا. يا هلا حياكم وبياكم. طيب يا جماعة الخير أول مرة بسمعها مصطفى ما بعرف والله مين سمعها. أهلا وسهلا وطف الجرن. الله يحفظكم يا رب يبارك بالجميع. طيب رائع أنا أول مرة منيح. هذا مثل شامي هذا. آه شوف في مين بيعرف في مين لا. كانوا يقولوا لنا ياهن يعني يقولوها الكبارية عنا. أهلا وسهلا وطف الجرن يا حي الله. طيب يا جماعة هلأ رح نعطي 5 دقائق تمام 5 دقائق لحتى تدخلوا كل شريك سجل معكم جديد. وأيضا اللي موجودين معنا هلأ جداد دخلوا تمام ركزوا معي ركزوا معي يعني حاولوا ما يكون في ضجيج دمكم لو تحطوا سماعات أفضل إن شاء الله تعالى حنشرح فكرة العمل. وطبعا بدي أذكر نحن عنا تليجرام فيها التدريبات الأساسية تمام حطيت لكم اياها بالشات وبرجع هلا شوي ثاني كمان بحطها ان شاء الله. حلو رائع حاعطي 5 دقائق يا جماعه تمام 5 دقائق ان شاء الله. اعطي حطيتها انا التليجرام اخي مصطفى بس هلا برجع بنزل لكم اياها ان شاء الله. وكمان بوصي شركائي جميعا التليجرام اللي عملناها جديد كثير ممتازه مميزه فيها يعني كل الافكار عن الشغل. تليجرام نزل تليجرام اللي ما عنده ينزل تليجرام لازم لانه التليجرام مهم والله في كثير اشياء عم ننزلها على التليجرام لانه مثل ما بتعرفوا لو انه على الواتساب بيمشي الحال ننزل سابقا الزمن ما بيحفظوا الواتساب مثل ما بتعرفوا يعني كنا مثلا نزلنا على الجروب وخلص فمشان هيك التليجرام بيحفظ كل شيء سابق. يلا يا جماعه على فكره بامكان حتى شركائنا الاستقطاب على الجلسه تمام بامكان شركائنا الاستقطاب على الجلسه والجدد اللي حيستفادوا كثير من الشرح هلا ان شاء الله تعالى واللي ايضا دخلوا معنا جداد دخلوهم معنا الان بامكانكم ان تتواصلوا مع كل اللي سجلتوهم وتدعوهم لهذا اللقاء نحن حنعطي هالخمس دقائق يعني ان شاء الله ونبدا شرح. اتفضل اخي مصطفى سؤال اهلا وسهلا. تمام تمام اخي مصطفى هو ان شاء الله تعالى حنذكر شو هي العضوية. برافو انتوا سمعتوني على التيك توك عم بقول العضوية هو كل الاسئلة اللي اجتنا بعد الفيديو تبع التيك توك الاخير على انه شو العضوية وان شاء الله هلا رح نعرف عن العضوية والشركة وكيف تشتغل مع الشركة. بس حطوا ببالكم شغلة يا جماعة الخير جميعا 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 حطوا ببالكم امر انه ما في نجاح سريع تمام ما في مشروع حر يعني بيعطيك من أول شهر حقيقة ما في مشروع حر. يعني أنا أذكر وقت اللي عملنا دراسة الجدوى الاقتصادية عملناها بغرفة تجارة دمشق كان هو عبارة عن كورس عملته بتذكر بال 2015 فكان في يعني خليني أقول أنا يعني ثوابت وقواعد لكل مشروع ينشأ جديد حتى كانوا وقتها أكثر من كورس كمان كان في كورس اسمه تنمية وإنشاء المشاريع الصغيرة فبيعرف يعني بناء المشاريع بيعرف بناء المشاريع بيحكوا لك الخبراء أنه كل مشروع حقيقي يتطلب من 6 أشهر إلى 3 سنوات بناء كل مشروع حقيقي تمام وحقيقة الأوهام كثيرة يعني خاصة اليوم نحن بعصر الإنترنت وبعصر السرعة يعني تمام والسوشيال ميديا السريع يعني فاليوم حضراتكم ممكن تكونوا جالسين على تيك توك وعم تقلبوا يطلع معك 50 مشروع
وخمسين شخص عم يقول لك تعال لعلمك كيف تربح، وأكيد كلياتكم سمعتوا هذا الكلام صح؟ تعال علمك كيف تربح بخمس دقائق، تعال علمك كيف تعمل مشروع بكبستين. يعني بس سكر السباك من الضجيج. يلا هي دردشة بين ما يدخلوا جميع شركائكم. فبتلاحظوا أنتوا اليوم أنه كثير هذا الأمر موجود صح؟ وللأسف للأسف أنه يمكن محقين الباحثين عن تطوير إمكانياتهم أو تطوير مالياتهم أو تطوير حياتهم أو تغيير حياتهم، والله محقين يعني أنه يصدقوا فلان ويصدقوا فلان، ويعتمدوا ببعض الأوقات على مثلا عدد مشاهدات الفيديو مثلا، أنه هذا شخص مشهور عم يقول تعال علمك كيف تربح، صح ولا لا؟ لكن الواقع بيقول أنه المشاريع الحقيقية تتطلب جهد ووقت ومال. مشروعنا جماليته يا جماعة الخير أنه يتطلب الجهد والوقت حقيقة وحقا، أما لا يتطلب المال للأمانة، رغم أنه في تارجت بالشركة على فكرة، يعني في نحن عندنا مبدأ اسمه 100 نقطة الشهرية لازم يتحقق، تمام؟ ولكن إذا قرأ هذا التارجت بالشكل الصحيح وتطبق بالشكل الصحيح ما في داعي لإنفاق المال، تمام؟ وهذا جايين عليه إن شاء الله. فأنا حبيت نوه التنويه لحتى أنا هيئ العقول للطريقة الصحيحة لبناء المشاريع. أخوكم نادر عثمان أكثر من 20 سنة بالتجارات، أنا أنشأت شركة على مستوى دمشق بدأتها بال 2000 وطلعنا 2015، 8 سنوات اشتغلت على الشركة. والله يا جماعة الخير 5 سنوات تأسيس، تخيلوا. يعني ما بقولكم أنه أنا ما كنت عم بربح، لا أنا عم بربح، أنا عم بربح، بس فعليا الخمس سنوات كانت يعني أرباح بسيطة، يعني أرباح أنه نصرف على الشركة ونصرف على أنفسنا. ولكن وقت اللي قطعنا الخمس سنوات أنا ذاك صدقا وأمانة أنه أنا كان عندي يعني بعد الخمس سنوات تأسيس عندي صار 3 صناديق وثلاث موظفين، هدول بس بيلموا المصاري من الزبائن. هذا والله صار، يعني تخيلوا وقت لحنا نجي نسكر الصناديق المساء أنا أكل هم تسكيره لأنه في موضوع عد طويل، كل حدا بدي يسكر له صندوقه وعد منه واستلم منه على البرنامج، عنا برنامج محاسبي، تمام؟ فكان عندي أنا هاي المرحلة صارت هم للأمانة، والله صارت. يعني تخيل أن أنا عم لك اليوم هم تعد المصاري، والله صارت هم، وأيام مثلا صندوق يطلع فيه خطأ أنا عالج فيه، تمام؟ فهاد بعد منا تطور لمرحلة أنه صرنا نسكر الصناديق 3 مرات والله بنهار، انه خلص العصريات فاضت الصناديق، يجوني على المكتب استاذ استلم صندوقي انا ما عندي ارنحة مصاري، وهذا صار والله، تمام؟ فصرنا نسكره 3 مرات. شو الشاهد من الموضوع اللي انا عم بقوله؟ الشاهد انه المشاريع الحقيقية من خلال تجربتي ومن خلال الخبراء يلي فعلا انشأوا مشاريع ولو كانت صغيرة، بيقول لك فيها المشروع بده من 6 أشهر لـ3 سنوات حتى ينجح، تمام؟ فالآن مثلا بتلاحظوا أنتوا أنه اللي بده ياخد قرض مثلا عنده عقار بده ياخد قرض عليه، البنك يعني إذا أنتوا عندكم تجارب بهي المواضيع بتعرفوا شو عم بحكي، البنك بيقول لك أعطيني دراسة تمام لأعطيك قرض إذا بدك تقترض منه لمشروع، فبتعطيه دراسة، إذا دراستك أثبتت للبنك أنه أنت بتوفي المبلغ خلال 3 سنوات إذا مشروعك ناجح. يعني البنك حتى مؤمن بفكرة انه انت مشروعك بده 3 سنوات لينجح، وبتعرفوا انتوا البنوك هي كلها خبراء ماليين يعني. ففعليا انا حبيت قبل اني ابدأ الشرح عن العمل وعن الشركة وكيفية العمل مع الشركة لازم كلها تكون تتفهموا مسألة الوقت والجهد. هلأ مين اللي بيفشل بالمشاريع حقيقة؟ اللي ما بيتقبل مسألة الوقت والجهد. فبتلاحظوا انه قد يجوز حدا منكم فتح مشروع وما صبر عليه مثلا شهر شهرين ثلاثة ما عطى، قال لك أنا مشروعي عم يفشل وبلش يشعر بالإحباط وسلم المشروع أو ترك المشروع أو ترك العمل. هذا حاصل ليش؟ لأنه حقيقة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي يا جماعة؟ فسبحان الله المعلومة هي وقت بتحصل عليها وبتعرف انه اساسا مشروعك بده هذا الوقت لينجح فبصير عندك طمأنينة، فما بتطلع على النتائج.
يعني ما بتتعجل النتائج. فكتير يعني سبحان الله في خلال أكثر من 20 سنة بالتجارات وب يعني خليني أقول الريادة شفنا كتير ناس للأسف يعني طلعت من الوظيفة على أساس ده تتحرر ورجعت على الوظيفة. ليش؟ لأنه ما فهمت فكرة المشاريع تحتاج الوقت والجهد، يعني ما تفهمت هذا الأمر. فبد مستعجل بفوت مثلا أخي بيشتغل مثلا بمشروع شهر بيقول لك والله ما ربحت فخلص بيرجع على الوظيفة. للأسف بعد منا بتلاقي قضى 10 و15 سنة بالوظيفة وبصير بيروي القصة تبعه. فكل حدا مثلا بيطرح عليه مشروع بيقول له والله يا أخي أنا جربت حظي ما اشتغلت، والله يا أخي أنا سكرت، أنا فشلت، أنا خسرت، خلص يعني استسلم. فبتلاقي خلص استسلم للوظيفة وضل بالوظيفة. وللأسف لذلك معظم الناس موظفين، لأنه حقيقة آسف يعني أنا الآن بعرف أنه ممكن يكون معي موظفين، يعني بقولكم أنه لأنه فعلا ما أدركوا حقيقة وفهم المشاريع، فبتلاقي هو خلص استسلم للوظيفة. وللأسف الوظيفة يعني كلاتنا يمكن سمعناها من الدكتور طارق السويدان مقطع كتير شهير له بإحدى محاضراته، بيكون فيها الوظيفة عبودية العصر، العبودية الحديثة. بالسابق انتو بتعرفوا في زمن العبودية كان العبد يعني مولاه يتولاه. عرفتوا؟ يتولى أكله وشربه ونومته ويزوجه. تخيلوا والله هي عبودية عادلة يا رجل. اليوم عبودية العصر والله ما له متولي فيك شيء، بيعطيك راتبك وإذا ما كفى راتبك ولا ما سكنك ولا راتبك ما زوجك ولا راتبك ما طعمك ما بيطلع عليك. عرفتوا؟ يعني عبودية حديثة بشكل مختلف، ولكن فعلا يمكن العبودية السابقة فيها عدالة أكثر، أقلها بيأمن لك. سمعنا لأنه بزمن الجاهلية كان العبد يزوجه مولاه، يزوجه ويعطيه سكن وخلص يرعى رعاية كاملة. عرفتوا؟ فهذا الكلام أنا بقوله ليس على فكرة، ليس لا قدر الله للاستخفاف أو نحن لا سمح الله نصغر بالناس الموظفة أبدا، بس نحن نحكي وقائع يعني من الوظيفة شو عملت اليوم ولا شيء. الوظيفة عبارة عن بتمنعك من الفقر وبتمنعك من الغنى، يعني حتى هي ما عم تمنع من الفقر، بس يعني هي المقولة هيك بتقول تمنعك أنه يعني أنا آسف ممكن نقولها يعني تمنعك من أنك تمد إيدك لحد، أنه أخي بتاكل بتشرب بس بحوال ضيقة جدا. ما في تحقيق للأمنيات، ما في تحقيق الكل حالة. يعني هلا أنا إذا بسأل الآن كلياتنا بهي الجلسة، إحنا بشر بنشترك بأحلامنا، إذا بسأل أنا هلا هل يا ترى بتحلم تركب سيارة خاصة ما تركب بالمواصلات؟ بتقول لي إيه. ما في حدا حلمه عكس هذا الحلم، بيقول لك أنا لا ما بدي سيارة، أنا ما بركب سيارة، أنا حلمي المواصلات. تخيلوا حدا يقول لك أنا حلمي أطلع بالمواصلات العامة، لا أنا حلمي يكون عندي سيارة خاصة فيني، وهذا حق من حقوق الناس، أليس كذلك؟ خاصة بزماننا الحاضر يعني هذا صفي حق. اليوم موضوع التنقل بسيارة خاصة حق. أيضا إذا بقول لك بتحلم يكون عندك بيت بمكان أنت بتحبه، طبعا طبيعي. فنحن صحيح ممكن رغباتنا تختلف ببعض الأشياء، بس رغباتنا بكتير أشياء متفقة البشر كله. الرجل تحلم تتزوج امرأة صالحة وتحسن تغطي نفقاتها طبعا حالة. الامرأة حالمة انك تساعدي زوجك اذا متزوجة وتكوني انت ببحبوحة وتشتري احتياجاتك اللي انت حاببتيها اذا زوجك مقادر، اي حالمة. فكلياتنا حقيقة عنا احلام مشتركة، ولكن الان السؤال بدون مشروع حر، بغض النظر عن مشروعنا على فكرة انا بالوسط هلا، بس انا اليوم بقدم مشروع ان شاء الله تعالى بتفهموا اللي بتفهموا، انا بأكد لكم انه هذا مشروع للعمر باذن الله. ولكن السؤال انه هل يا ترى في تفهم لمسألة بناء المشاريع؟ هذا بقى اللي بيحدد هل يا ترى الموظف سوف يبقى موظف او الموظف سوف يغادر الى الاعمال الحرة ويترك الوظيفة مدى الحياة. طيب الان ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، رح نبدا ان شاء الله تعالى الشرح. طبعا يا جماعة الخير نحن مع شركة عالمية، نحن فريق عالمي. أنا أطلقت على فريقنا اسم صحة ومال بداية 2020، أطلقت هذا الفريق. فريقنا الآن وصل أكثر من 40 ألف مسوق بأكثر من 130 دولة. الآن بهي الجلسة
جزء بسيط جدا جدا من فريقنا. يعني فريقنا الحمد لله رب العالمين خلال السنوات دربناه وخرجنا منه قادة، وكل قائد أصبح مع فريقه، كل قائد أصبح يعمل من تلقاء نفسه، وكل قائد لديه نشاطاته. الآن احنا بأكد لكم أنه مع جزء يسير وبسيط جدا من فريقنا العالمي استطعنا خلال الخمس سنوات الحمد لله رب العالمين بأنه نحقق الحرية المالية لكتير جادين بين قوسين، واستطعنا خلال الخمس سنوات أنه نغير بطريقة حياة الآخرين بشكل إيجابي، من يعني ضيق التفكير إلى سعة التفكير، من ضيق الحال المالي إلى سعة الحال المالي، من الالتزام بمكان واحد إلى أنه نشوف اليوم بفريقنا ناس بتسافر من بلد لبلد وبتعمل المحاضرات والفعاليات، هذا كلياته الجميع قادر يعمله إذا تفهم وفهم فكرة المشاريع الحرة مع مشروعنا الريادي العالمي اللي هو شركة DXN. نحن فريق الآن موجودين داخل DXN. طبعا DXN أعضاء الآن أكثر من 16 مليون و500 ألف عضو. فريقنا الآن جزء من هاي الشركة. هلأ بدي شغل لحضراتكم الفيديو تشوفوا. طبعا DXN مثل ما شفتوا ببداية المشاهدة هي موجودة بماليزيا وموجودة بكل أنحاء العالم. DXN عبارة عن شركة تنتج منتجات غذائية طبيعية. هذا صاحب الشركة اللي عم تشوفوه الآن، مؤسس الشركة دكتور ليم سيوجين، من أصول صينية ولكن عاش حياته بماليزيا، يعني خلق وعاش حياته بماليزيا. طبعا DXN تأسست عام 1993 بولاية اسمها قضح، وانطلقت من ماليزيا بمعامل ومصانع بعدد من الدول والقارات، وأيضا بمراكز ونقاط بيع بكل دول العالم، بمراكز رسمية طبعا بأكثر من 80 دولة، ولكن هي فعليا موجودة بكل دول العالم. مثل ما لكم شايفين بهي الصورة، DXN تم إنشائها بمكان أخضر، شوفوا الخضار، حتى الجبال مخضرة ما شاء الله. ليش تم إنشائها؟ إنشاء مزارعها ومصانعها بالطبيعة لأجل أنه نحصل على منتج فعلا طبيعي، بمعنى أنه ما يكون داخل له أي تلوث. فDXN بتحرص دائما على استزراع منتجاتها بشكل طبيعي، رسالتها صحية. هذا بداية لازم نعرف أنه هذا مثل ما عم تشوفوا المعمل بالهند، هذا معمل آخر، أيضا معمل آخر بأندونيسيا، أيضا معمل آخر بمكسيكو، بالصين أيضا معمل آخر. طبعا هذا التقرير اللي أنتوا عم تشوفوه حضراتكم هو تقريبا بظن عمره أكثر من سنتين، لأنه لو أنه كان حديث نذكر فيه معامل أخرى تأنشأت، في عنا الآن بالمغرب وفي عنا الآن في دبي. من تقريب السنتين أنشأت معمل جديد في دبي، أصبح معمل دبي يصدر للشرق الأوسط. يعني مشروع DXN يا سادة يا كرام، أنتوا حتكونوا معه شركاء بدون ريسك، بدون مخاطر، والشركة بتمنحكم شراكة حقيقية هلأ حنشوفها. والشركة يعني خلال 30 عام تقريبا حطت الجهد، حطت الوقت، وحطت المال. إحنا عم نحكي الآن عن أصول، يعني بمعنى أراضي ومزارع ومعامل تقدر بمليارات الدولارات. أنتوا حتشاركوا بهذا المشروع ببلاش، برقم عضوية مجاني، ولكن جهدكم على رقم العضوية هاد هو يلي حيعمل لألكم الشراكة مع DXN. طبعا مثل ما شايفين المنتجات هي منتجات صحية، تنتج القهاوي، العصائر، معجون الأسنان، الصابون، المكملات الغذائية، من أشهر المكملات الغذائية الفطر الريشي والسبيرولينا، طبعا إلهم وصفه بنحكي عنه إن شاء الله. بتنتج منتجات العناية الشخصية، الأوليفيرا، النساء استخدم الأوليفيرا بكثرة، تنتج الزيوت، تنتج العسل، تنتج يعني منتجات المنزلية المستخدمة بمنازلنا. فجمالية منتجات الشركة إنه لحنا حقيقة نستخدمها بمنازلنا، فشراكتنا مع الشركة ناجحة 100% على أنفسنا وعائلاتنا، وأيضا على الفريق اللي حتكونوه فيما بعد.
لأنه منتج يستهلك، يعني نحن كلياتنا بنستهلك العصير، بنستهلك القهوة، بنستهلك معجون الأسنان، ما في حدا ما بيستهلك هاي المنتجات. فهذا اللي بيخلي الآن النجاح أسرع مع DXN، لأنه في شركات مماثلة تعمل بهي الشراكة، شراكة البيع المباشر، ولكن ممكن تعمل بمنتجات ثانوية فيصعب ترويجها، بينما DXN تعمل بمنتجات لحنا نستهلكها باستمرار، كل البشر تستهلك هاي المنتجات. DXN تعمل بنظام البيع المباشر، هو نظام بسيط جدا ولكن مربح جدا، مربح جدا للأشخاص اللي بيتفهموه وبيفهموه بيعملوا معه. صناعة البيع المباشر هي عبارة عن معمل أو شركة، خلينا نقول تنتج منتجات مثل ما شفتوا حضراتكم، وتبيع هاي المنتجات بشكل دايركت مباشر من المعمل للعميل دون وساطات، تمام؟ فهي بهذا الأسلوب بتوفر يعني نفقات تنفقها شركات البيع التقليدي يلي هي الإعلان والدعاية و اعطاء المنتجات للمستوردين، والمستوردين بيعطوها لبياعين الجمله، وبياعين الجمله للموزعين والبقاليات. فهذا كله بيستهلك شو، هذا بيعطي او بياخذ جزء من ارباح المنتجات، فبزيد حجم سعر المنتج، وايضا بيكون الارباح موزعه للتجار، بينما شركات البيع المباشر توزع الارباح للزبون. يعني انت الزبون الاول لدى DXN، انا الزبون الاول لدى DXN، استهلاكنا من منتجات DXN يعطينا أرباح على استهلاكنا، أرباح اللي كانت تعطيها للتجار بتعطيها لنا دايركت مباشرة، فهي بتصنع بمعاملها اللي ذكرناها وبتوزع لنقاط البيع اللي عاملتها ومراكزها المنتشرة بالدول، ونحن بنشتري المنتجات من المراكز مباشرة اللي احنا بنتقاضى الأرباح بدل التجار. طبعا بهي الصورة ما حيكون في أرباح كبيرة، لأنه أكيد استهلاكنا حيكون يعني محدود، فأرباحنا حتكون محدودة، ولكن شركات البيع المباشر تعمل خطة يعني بيطلقوا عليها خطة متعدد المستويات، وهلأ حنشرحها لنا إن شاء الله. طبعا هون يعني بعض الرجال اللي العالميين اللي تحدثوا عن مشروع البيع المباشر، اليوم أكثر من 18 ألف شركة تعمل بهذا النظام، منها شركات وهمية ومنها شركات حقيقية، منها شركات مصنفة منها شركات غير مصنفة. DXN الشركات المصنفة عالميا من خلال جمعيات البيع المباشر. طبعا ما بعرف اذا حضراتكم كلكم بتعرفوا هاي الشخصيات، انا بيهمني هدول الشخصيتين اللي تحت، اللي فوق ما كتير بيهموني هدول السياسيين. هنا حكوا عن صناعة البيع المباشر انه عملت دخل قومي عظيم لامريكا، الولايات المتحدة الامريكية، هدول الاثنين، ولكن انا بيهموني وارن بافيت، تمام، وبيهمني روبرت كيوساكي. روبرت كيوساكي هو مؤلف كتاب الشهير الاب الغني والاب الفقير، طبعا انا انصح الجميع بقراءه هذا الكتاب. انا معي احد الشركاء دخل معنا تقريبا من سنه ونص، معروف كوتش فهد، حقيقه هو موظف في معمل، فلما دخل تعرف على الفكره ونصحناه انه يقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير. فباحدى اللقاءات والاحتفاليات اللي عملناها لفريقنا حكى كلام موجود على قناتي على اليوتيوب، بيقول لك انه انا وقت اللي قرات الكتاب حسيت حالي فتحت، كنت مغمض وفتحت، انه ليش هيك ما عملت بحالي، انا هي السنوات كلها بشتغل عند الناس وانا قادر اعمل، تمام. هذا مؤلف الكتاب الاب الغني والاب الفقير حكى في كتابه على صناعة البيع المباشر انه قادر اي فرد باي بلد، مهما كان ظرفه، مهما كان وضعه المالي، مهما كان وضعه الاجتماعي، انه قادر يصير ثري من خلال صناعة البيع المباشر. تعرفوا انتوا اليوم في مهن اخرى، تمام، أو مجالات أخرى أو قطاعات تجارية أخرى بإمكانك تصير ثري، بس في شروط كبيرة. يعني الآن مثلا القطاع العقاري بإمكانك تصير ثري من خلاله، بس أكيد بدك تكون يعني أقلها لديك شركة وموظفين، أو لديك رأس مال عم تتاجر بالمنازل والعقارات أو السيارات، أو يعني في قطاعات تعملك ثري، نعم، لكن تحتاج إمكانيات معينة منك، بينما صناعة البيع المباشر لا تحتاج إمكانيات كما الصناعات الأخرى، ولكن تحتاج جهد ووقت. طبعا أيضا وارن بافيت عفوا أيضا وارن بافيت حكى، هذا يصنف وارن بافيت على فكرة سنويا يصنف من أثرياء العالم، يعني بتعرفوا أنتوا كل سنة بتصدر قائمة لأثرياء العالم، هذا يصنف مرة تصنف الثالث مرة الثاني مرة،
هذا لديه الآن سلسلة من 52 شركة حول العالم تعمل بمجالات مختلفة، منها 3 شركات تعمل بنظام البيع المباشر. نحن اليوم موجودين هون لأجل هذا النظام. حكى بعد ما أنشأ 3 شركات بنظام بيع مباشر، حكى أنه لو بعرف نظام البيع المباشر ناجح لهي الدرجة كنت أنشأت كل شركاتي بهذا النظام، بغض النظر عن المنتج، لأنه شركات بيع مباشر ممكن تكون شركة سيارات، ممكن تكون شركة عقارات، ممكن تكون شركة منتجات غذائية كما شركتنا. ولكن هو قصده نظام الداخل للشركة لو بيعرف قوة حقيقة النجاح بهي الصناعة لحتى أنشأ كل شركاته، هي كلمته الشهيرة. طبعا فهد اللي حكيت لكم عليه ما شاء الله حوله، بعد ما قرأ كتاب ريبورت كيوساكي الأب الغني والأب الفقير، ما شاء الله يعني خلال أشهر وصل معنا لثالث رتبة بالشركة، هي رتبة النجم الماسي، وإن شاء الله حنحكي عنها لاحقا. وبنصح الجميع، سجلوها ملاحظة عندكم، بنصح الجميع أنه يقرأ الكتاب ولو كنت ما بتحب القراءة، لأنه بعرف أنه اليوم أمي تقرأ لا تقرأ حقيقة. نحن أمي ما عندنا ثقافة القراءة للأسف يعني، بس بقول لك ولو كنت ما بتحب القراءة إلزم نفسك بس بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب رح يعطيك بصراحة طريقة تفكير مختلفة عن اللي بتفكر فيها حاليا. تمام؟ إذا كنت لا تقرأ بإمكانك تفوت على اليوتيوب وتسمعه بالنسخة المسموعة، في اليوم عاملينه بنسخة صوتية تسمعه وسمع. طبعا هاي صور عن كثب يعني للمصانع، هون عملية إنتاج الفطر الريشي، هو من أشهر الفطور بشركة دي إكس إن. هذا الفطر صحي بجدد الخلايا. طبعا بالمناسبة دي إكس إن لا تبيع علاجات، تمام؟ دي إكس إن لا تبيع علاجات ولا تبيع أدوية ولا توصف راشيتات أبدا. دي إكس إن بتبيع منتجات صحية، يعني وكأني أنا عم بجي أقول لك اليوم شلون أنت العسل، كيف ثقافتك بالعسل؟ تعرف شو يعني عسل؟ إذا قلت لك والله العسل بده وصفة، بده طبيب، تقول لي لا يا أخي أنا العسل بعرف هو بيعمل حالات تشافي وبتشافى من الله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء، ولكن أنا بشتري من ما بدي وبتغذى بالوقت اللي أنا بدي. منتجات دي إكس إن الصحية كذلك الأمر، رغم أنه بتسمعوا في حالات تشافي، بس هذا لا يعني أنه هو دواء. تسمعوا انه فلان عنده شقيقه، تخلص من الشقيقه من خلال استهلاك هاي المنتجات. فلان عنده القلب، صار عنده الحمد لله رب العالمين تشافي، او خليني اقول انا تعالجت المشكله اللي عنده بالقلب من خلال هاي المكملات. فلان عنده الضغط في مشاكل، مره عالي مره واطي، تلاقي الضغط توازن. فلان عنده السكر، فلان عنده يعني مشاكل بالجهاز الهضمي، الكولون العصبي مثلا، او مثلا مشاكل بالمعده، او مشاكل عدم الحمل والانجاب. هذا كلياته احنا خلال سنوات شفنا تجارب حقيقيه موجوده بفريقنا اللي انضم معنا يعني خلال هاي السنوات، واللي انضموا اساسا لفرق اخرى. شفنا التجارب تبعهم وحكوها، مره حكوها بلقاءات، ومره حكوها بتسجيلات، ومره حكوها بجروبات، انه نحن كنا عندنا هاي الامراض وتشافينا. وبلقاءاتنا اليوميه ترى بالفقرة الصحية عم نسمع يوميا حالات تشافي. ولكن بأكد لكم انه دي اكس ان ما بتصنع ولا بتستزرع علاجات ابدا. حتى يعني نحن عندنا هون بتركيا المكملات الغذائية مذكور عليها علاج ديل، هذا ليس علاج مستورد على انه هو مكمل غذائي وهو كذلك، ولكن هذا المكمل الغذائي بيندرج بإطار الخضار والفواكه، بيندرج بإطار النباتات الصحية. فدي اكس ان من اشهر يعني منتجاته الغذائيه هو الفطر الريشي حقيقه، يلي انشئت اساسا انذاك دي اكس ان على اساسه. يعني عام 93 دي اكس ان لا تصنع غير ولا تستزرع غير فطر ريشي فقط، لان هذا الفطر الريشي بالثقافه الصينيه يطلق عليه اسم اكسير الحياه. بالثقافه الصينيه يطلق عليه، 5000 عام الصينيين بيستهلكوا الفطر الريشي على فكره. حتى بتلاحظوا انتوا انه بيكبروا ولسه ما بشيخوا، يعني الصيني بتلاقي عمره، بتستغرب انت عمره 60 سنه لديه بشره الشباب، يستهلك بمثل شلون عن احنا عندنا ثقافه باوطاننا العربيه وبين المسلمين ثقافه التمر مثلا، ان عندهم ثقافه الفطر الريشي، يعني مثل السنه عندهم يعني. تمام؟ فهذا الفطر الريشي حقيقه اليوم اطباء التغذيه
يعني اطباء الطب البديل بيقولوا لك ما في مثل الفطر الريشي بيعمل ضبط مصنع للانسان، ما بتلاقي مثله اساسا. يعني بيعيد تجديد كامل الخلايا، بيوازن كل شيء على فكره. يعني في مقطع قوي للدكتور كريم علي، مشهور الدكتور كريم علي، قناته اسمها فكر ثاني، 5 مليون متابع ما شاء الله، وهو متخصص طب بديل. فبيقول لك في الفطر الريشي بيعمل لك ضبط مصنع، شلون تليفونك وقت اللي بصير بخربط وبصير بقى الذاكره ممتلئه وخلص ما عاد يستجيب، شو بتعمل له؟ بتفرمته. الفطر الريشي فورمات للجسد، تمام؟ فبيحكي لك بيقول لك انه هذا الفطر الريشي بيوازن كل شيء، بيوازن الضغط، بيوازن السكر، بيوازن عمل الدورة الدموية، بيوازن عمل الأعصاب، بيوازن عمل الجهاز الهضمي، بيوازن عمل كل شيء بيخطر ببالك بجسدك، بيدخل للجسد ليعمل ضبط مصنع الفطر الريشي. فلحنا الآن أنا وكل مين يعني موجود بفريقنا، نحن بنستهلك الفطر الريشي يوميا مع وجبات الطعام، غذاء طبعا، بالإضافة للمكمل الفريد الثاني اللي هو طحالب السبيرولينا. هون بهي الصورة شايفين معي أنتوا الأحواض، هاي الأحواض تستزرع فيها طحالب السبيرولينا. طبعا طحالب السبيرولينا، يعني أنا الآن بدي ركز معكم على هدول المنتجين وننتقل إن شاء الله تتمة شرح فكرة البزنس مع الدي اكس ان. طحالب السبيرولينا، منظمة الصحة العالمية بعام 74 حكت بعد أبحاث ودراسات أنه نحن وجدنا على كوكبنا الغذاء الخارق، أطلقوا عليه سوبر فود، الغذاء الخارق يلي كل جرام منه يعادل 1000 جرام خضار وفواكه، منتقات طبعا أورجانيك طبيعي، يعني كأنك اشتريت كيلو خضار وفواكه طبيعي. واليوم تعرفوا بزماننا الحاضر قليل ما تستطيع أساسا تحصل على كيلو تفاح طبيعي، لابد انه يكون السماد كيميائي، لابد انه يكون في مبيدات حشريه ودخل فيه الكيميائيات. ولكن المنظمه عم تقول لك كل جرام من طحالب سبيرولينا وكانك اكلت كيلو فواكه وخضار منتقات طبيعيه، اذا تم، بس لكن الشرط كان اذا تم استزراعه بالشكل الصحيح. ودي اكس ان الان بشهاده المنظمه تستزرعه بالشكل الامثل، رغم انه السبيرولينا موجود بكثير شركات على فكره، وبيستزرعوه الان يعني هلا خاصه بالاونه الاخيره صار في توجه له، ولكن دي اكس ام بشهاده المنظمه تستزرعه ب يعني 100% طبيعي. وهي الشهاده كيف اجت؟ هي اجت على شكل تعاون على فكره، انه منظمه الصحه العالميه عندها منظمه تنبثق عنها مبادره هي اسمها امسام. هاي المبادرة كرمال انها تغذي اطفال عالم الجياع بافريقيا، وايضا تحارب سوء التغذية، لان سوء التغذية ما بيجي من قلة الغذاء ببلدان معينة، يعني ممكن تلاقوا انه مثلا باوروبا في سوء تغذية، ممكن سوء تغذية وليس نقص غذاء، من خلال اساسا الغذاء يعني السريع، هذا الوجبات السريعة والزيوت المهدرجة وغيرها. فالمنظمة اطلقت المبادرة وشاركت دي اكس ان انه يكون المنتج من دي اكس ان، فايضا دي اكس ان مشاركه بهي المبادره ومتبرعه حتى لاطفال العالم الجياع بافريقيا والبلدان اللي فيها اطفال جياع، حتى تغذيهم بهذا الغذاء اللي اطلقت عليه المنظمه السوبر فود. هلا لسه اكثر من هيك، انه وكاله ناسا للفضاء بعد اعلان منظمه الصحه العالميه عن انه وجدت الغذاء الخارق، راحت عملت دراسات خاصه فيها، لانه هي اساسا تبحث عن غذاء لرواد الفضاء. أعلنت أيضا بعد دراسات ناسا، وكالة ناسا، أنه اعتمدت طحالب السبيرولينا كغذاء لرواد الفضاء، لأنه أساسا هو صغير الحجم وكبير الفائدة. هدول هلا أنا بحكي لكم في منتجات كثيرة بدي اكس ان، لأنه هي أساسا مبدأها أنه تنتج منتج صحي، ففي منتجات أخرى بس نحن ما بيتسعنا الوقت. ليش كان نحن حكينا بالبداية؟ حكوا الله يجزيهم الخير الاستاذ عمار حكى انه تابع باستمرار معنا، انه كل يوم تتعرف على منتج، كل يوم تتعرف على خصائص منتج، ما بصير الموضوع بساعه. ولكن انا سلطت الضوء على منتجين كثير مهمين بحياتنا يوميا، لا لازم يكون لهم وقت بدء، لا وقت بدء بدون وقت انتهاء. فنحن يوميا على طاوله الطعام مشان نكمل غذائنا
نتغذى من دي اكس ان. وبالمناسبه اللي انا بعرف الان اللي عم يسمعني وفاهم شو عم بحكي رح يقدر قيمه كلامي اللي حقوله، انه كل امراضكم وكل امراضنا اللي حصلنا عليها بهذا الزمن هو من الغذاء. وانا متاكد الان اللي عنده ثقافه التغذيه وبيفهم شو عم بحكي رح يقدر انه كلامي يعني دقيق. كل مشاكلنا الصحيه، اذا بتقلي ضغط بقول لك من الغذاء، بتقلي سكر بقول لك من الغذاء، بتقلي عندي مشكله اعصاب بقول لك من الغذاء، اذا بتقلي عندي مشكله كولون بقول لك من الغذاء. بس الكولون يعني اذا بذكر لك انا ليش الكولون العصبي اليوم انتشر، الله يبارك فيكم، ليش الكولون العصبي انتشر؟ وهذا اليوم بالاحصائيات بيقول لك هذا المرض منتشر بين الفئه العمريه من 30 ل 40 سنه. خلص بس صار عمرك 30 وما فوق لحال يصير عندك كولون عصبي منتشر بكثافه، مرض العصر. ليش؟ لانه هاد اساسا اذا بتقرا شو يعني كولون عصبي، هو عباره عن تقرحات بالكولون. تمام. انا على فكره عانيت من الكولون العصبي من 2015 ل 2019 الى ان تعرفت على دي اكس ان، يعني والله خير الشاهدين. لما بلشت اتناول مكملات غذائيه من دي اكس ان ارتحت بدايه وابتداء، ومن ثم تشافيت كليا، وانا هلا ما عندي كولون عصبي، هذا فضل الله علي. ومع انه بالطب الحديث اليوم بيحكوا لك انه ما في علاج للكولون، انا 4 سنوات والان اللي عنده كولون بيعرف هالكلام، تروح بيقول لك ما في علاج، يعني انه عالجك انا تعالجك ما في، ولكن بيعطوك حميه تمشي عليه ومسكنات ومرخي، ممكن يعطوك مرخي تصير تشنجات لان عرفتوا. طيب الان ليش انا بقول انه اللي عنده خلفيه عن كلامي رح يعرف كلامي دقيق، انه اليوم كل مشاكل الامراض هي عباره عن سوء تغذيه بس. طب ليش؟ شو السبب؟ روحوا اللي شوفوا اسالوا هلا امهاتكم وابائكم، اجدادنا كان هيك؟ لا. يعني بتلاقي انا والله يعني ستي، نحن بنقولها بالشامي تيتي، هي الجدة، يعني جدة امي صدقا وامانة عاشت اكثر من 120 سنة، 120، والله كانت تمشي على رجليها. تخيلوا اني انا شفتها ببيت جدي، يمكن انا صادفتها بيت جدي، انا لانه كنت صغير يعني ملامح هيك بذهني، صادفتها اكثر من 3-4 مرات ماشي على رجليها وفايته لبيت جدي وعم تبهدل جدي، ليش ما جيت لعندي؟ وبقوتها. عرفتوا؟ طب ليش؟ ليش اليوم بنشوف عمر الهرم 50 سنه مثلا هرم وقال هلا عم يحتضر هذا بده يموت، او 60 بده يموت، او شو السبب؟ الموت هو والحياه بايد ربنا سبحانه وتعالى، ما حدا بيزيد يعني لا 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 يستقدمون ولا يستاخرون، صح؟ ما حدا بيزيد على عمره، بس اقلها المكتوب من العمر انه نعيشها بصحه. عرفتوا؟ فشو السبب انه اجدادكم انتم واجدادنا كانوا بهي الصحه؟ لانه هن دايركت بشكل طبيعي اكلهم طبيعي بدون انهم يشعروا، لا كان في مصانع ولا معامل عم تتدخل بصناعه الاغذيه، ولا في دواجن ومداجن، ولا في تدخل، تدخل البشر اخي. ما شاء الله عنكم عبقر الشات. تدخل اخي البشر بالمساله، تمام؟ حطوا ايديهم بالموضوع تجاريا، افسدوا طعامنا، افسدوا غذائنا، حطوا المواد الحافظه المسرطنه حقيقه، تمام؟ واللي يعني بحب يسجل الملاحظات ويبحث ورا كلامي رح يلاحظ انه انا معكم اليوم عم بحكي بدقه، مو ما بحكي ان شاء الله شيء ما بعرفه. فالمواد الحافظه هي مسرطنه وفي الى حد معين ملزمه فيه الدول، اذا زاد رح يكون السرطان اسرع. الله لا يقدر يبعد عنكم وعنا. يعني اليوم بتشوفوا كثير، والله نحن معنا بفريق سيده مثلا بتقول لك انا عندي هذا السرطان، استغرب يا ربي دخيلك، صبيه رجل شاب عندي سرطان، الله يعافي امة سيدنا محمد يا رب، اللهم ربي امين، يعافي عباده. من هو شو السرطان؟ هو يعني هو عدوى مثلا ولا فيروس؟ لا لا، هو عباره عن تشكل الخليه بشكل غير طبيعي، هذا هو السرطان. ليش تتشكل الخليه بشكل غير طبيعي؟ لانه في مواد عم تدخل للخليه غلط، مواد الحافظه والملونات والمنكهات اليوم هذا يعني العصير اللي بالاسواق يا جماعه الخير، هذا هو اللي عم يقصر العمر، وهو اللي عم يفوت البلاوي على الجهاز الهضمي. مو لو اخي ملونات، سكر،
والسكر هو السم القاتل، السم الأبيض، ملونات وسكر، منكهات ومصبغات. نجي نحن بنستمتع طعم طيب، بس انت عم أصنص البرتقال يعني عم تشرب، تمام؟ هو هذا الأصنص مصنع كيميائيا عشان التوفير. المعمل بيعمل لك كم كبير اخي، بده يعمل مثلا مليون لتر يبيعه، تمام؟ فهو شوية كيميائيات بيصنعوا له طعم لمليون لتر مثلا، بيبيعه يوميا بالأسواق. فهمتوا علي؟ هذا على فكرة بيخلي البعض مثلا أيام يستغرب إنه بشوف عنا العصير بالشركة حقه 5 أضعاف العصير اللي بالسوق. هذا انتبهوا له الآن، شوفوا إنه بصير اعتراض إنه أخي أنا لا أصحك، أنا بشتري علبة عصير والله مثلا ب10 سنت، ليش عندك علبة العصير مثلا بدولار مثلا مثلا؟ لأنه هون أخي العصير بدي إكس إن ينتج طبيعي، بينما العصير بالسوق لا. حتى هنن كاتبين لك يعني ما في شيء مخبى، بس أنا اليوم عم بدقق على الموضوع. هنن كاتبين لك إنه أنا العصير عندي فيه ملونات ومنكهات ومادة الكذا ومادة الكذا، وهو مصبغات وماء وسكر عرفتوا؟ فمشان ما طول بهي الجزئية شركائنا، بحكي لكم إنه أمراضنا كلها هي أمراض تغذية. بس صلح الغذاء إن شاء الله، الغذاء صلحت صلح الجسد، لأنه حتى المقولة الشهيرة بتقول لك شو المعدة؟ مين بيقول لي؟ شو المقولة؟ نشوف ثقافاتكم. بيقولوا لك المعدة بيت، شو؟ اكتبوا لي بالشات. المعدة بيت، شو؟ بيت الداء وبيت الدواء. الله، ايوه الله يجزيكم الخير. نعم 100% المعدة. بس شو القصد هون المعدة بيت الداء؟ لأنه سبحان الله انت بدك تتغذى، كل شيء بدك تنزله على معدتك، فكل شيء بينزل على معدتك هو بيحدد صحتك. فالله يجعلنا واياكم يا رب ويشافينا. وطبعا الشافي هو الله، الله يجزيكم الخير جميعا. الشافي هو الله سبحانه، بايده المرض وبايده الشفاء وبايده الدواء وبايده الداء. ولكن الانسان مأمور بشو؟ مأمور بأنه يأخذ بالأسباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى شافي، بس إحنا مأمورين. إذن DXN يا سادة يا كرام هي شركة ماليزية عالمية تمتلك مزارعها ومصانعها، وهي من قوتها الحمد لله رب العالمين. فلذلك تصنفت 15 عالميا من قبل جمعية البيع المباشر، وتصنفت الرقم 1 على مستوى الوطن العربي، يعني أو خليني أقول الشرق الأوسط، من قبل جمعية البيع المباشر في الإمارات العربية المتحدة. تمتلك مزارعها، هي بتمتلك المزارع، ما هي وسيط، لأنه في شركات تشتغل البيع المباشر وسيط، لا هي بتمتلك. مركزها مثل ما حكيت لكم ماليزيا، أسسها داتوك دكتور ليم سويجيم، 93 تأسست، عمرها الآن 30 سنة، منتشرة بأكثر من 80 دولة بشكل رسمي، محققة مبيعات بأكثر من 180 دولة، صنفتها تصنيفها آخر تصنيف في 2018 كان 15 عالميا، عدد أعضائها وصل 16 مليون و500 ألف عضو. طبعا معنا أعضاء بالشركة من كل الجنسيات على فكرة، معنا الهندي، معنا الصيني، معنا الماليزي، معنا من كل أي جنسية بتقلي بقول لك فيها أعضاء بدي أكسر. مرخصة وحاصلة على شهادات دولية، والشهادات مجموعة بملف بدي إف، طبعا لعلنا إن شاء الله ننزلها على الجروب. حاصلة على شهادة الإيزو، حاصلة على شهادة حلال، وهذا كثير مهم. ونحن بنحمد الله أنه الشركة موجودة بماليزيا، لأنه بتعرفوا ماليزيا دولة إسلامية، فهذا فضل أنه نحن شركتنا موجودة أساساً بدولة بتراعي الشريعة الإسلامية. فحاصلة أيضاً على شهادة حلال، ومنتجاتها مختومة حلال، يعني عليها ختم منظمة حلال، وحاصلة على شهادات الجودة، وحاصلة على شهادات ويعني جوائز عديدة بسنوات عملها. طبعا دي اكس ان لديها ايضا حوافز تعطيها للاعضاء من خلال الهدف السنوي، وهلا بنشرحه اذا الله راد. انا شوفوا في شغلات بقول لكم هلا بشرحها، لانه جايين عليها ان شاء الله بالخطه، خطه الشركه. ولكن هلا للتنويه، دي اكس ان بتعطي رحل دوليه مجانيه سنوي، تمام؟ كل سنه في لك مكافأة أخي اللي عم تسمعني، وفي لك مكافأة أختي اللي عم تسمعني، إنه تطلعي رحلة دولية على حساب الشركة، تمام؟ طبعاً الشركة بتدفع لك وبتدفع لك ثمن التيكت بالطيارة روحة رجعة، وأيضاً بتنزلك وبتنزلك بمنتجعات 5 نجوم، تستغرق تمتد يعني الرحلة أسبوع تقريباً، وبتكون فيها أنت بتغطي لك كامل تكاليف الرحلة.
بتكونوا على شكل جروب يعني تمام، سياحة بتكون عاملة برنامج لهذا يعني لهي الرحلة، برنامج سياحي زيارة أماكن معينة ووقت الطعام ووقت الغداء ووقت العشاء والجولات، كل شيء الشركة بتأمنه من خلال الرحلة الدولية السنوية اللي بتمنحها DXN لأعضائها. طبعاً DXN ما حتعطي هي الرحلة لفقط شخص سجل وحصل على العضوية، هذا غير منطقي. هلأ يعني الآن ممكن أنت حضرتك اليوم سجلت ببلاش وغيرك بكرة يسجل معك وتسجل 100 ببلاش، هذا شيء ما له قيمة، تسجيل مع الشركة ما له قيمة، ولكن تصنع القيمة وتصنع إنجاز، وتصنع إنجاز وتبلش تشتغل حسب خطة الشركة وبتحقق النتائج، الشركة بتمنحك حسب تارجت. تمام؟ والله أهلا وسهلا أخي مصطفى، حياكم، حيا الله كل مين دخل معنا. طبعا بحكي لكم DXN كتير مناسبة للناس المنجزين، يعني اللي بينضبط واللي بينجز بحياته، تمام، الجاد بحياته، وغير مناسبة للناس العبثيين، يعني آسف في هذا التعبير، يعني العبثي اللي ما بيضبط وقته ولا عنده هدف في حقه ولا أساسا قادر أنه هو يكون غير عشوائي بحياته، ما تناسبه، صعب عليه أساسا، عرفتوا؟ DXN تحتاج انضباط وتحتاج تعلم وتحتاج استمرار. فالرحلة الدولية هي يلي بياخدوها الأعضاء ومناخدها، وأنا حصلت عليها أكثر من مرة وكل سنة الحمد لله رب العالمين من بداية عملي، وفريقي كمان كثير منهم ما شاء الله الأعضاء حصلوا على هي الرحلة الدولية، وكل سنة بتكون لمكان، مرة بتكون لشركة من البداية العام. هلأ نحن هي مسجلين على الشرق الأوسط، هلأ رحلته لتركيا، اللي مسجلين بتركيا رحلتهم لماليزيا وهكذا، فمن كل دول العالم. طبعا هلا انتم كلياتكم عم تستنوا انا لكم شلون اربح، ما هيك؟ شلون نربح؟ شلون نشتغل مع الشركه؟ اليس كذلك؟ شو ولا خلاص؟ تمام الكل عرف. طيب تمام، طيب حياكم الله وبياكم، ان شاء الله تعالى بنشوفكم بلقاء قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكل عارف شلون يربح؟ شو اكتبوا لي، بدكم نشرح ولا لا؟ يلا شغلوا لي الشات لنشوف اشرح لنا استاذ، اشرح طبعا اشرح بلا شلون، لو هلا هون وصلنا لهون لشرح الفكره بعد شلون نشتغل مع الشركه شلون نربح. ولكم يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو بصير؟ يمكن بعد ما سكر ال يمكن بعد ما سكر الميتنج هاد تقعد تصفى نص ساعة هيك، يا الله شو صار؟ ما هيك، الله يحفظكم يا رب. يلا معكم إن شاء الله. طيب توكلنا على الله، أبشروا أبشروا. طبعا DXN عندها عدة مصادر لجني الأرباح، حياكم الله، حياكم والله لك، والله أهلا وسهلا وطف الجرم. تمام، ف DXN عنده يعني عدة مصادر للأرباح. المصدر الأول هو عمولة المشتريات الشخصية، تمام، هلا حفصلكم ياهم تفصيل هيك وتطلعوا من عندي إن شاء الله تعالى يعني غسيل وكوي. يعني فاهمين كلياتها، بتروحوا تشتغلوا، تمام، جاهزين؟ شوف تمام، حلو رائع، يلا توكلنا على الله. ما شاء الله عنكم كلكم طاقة إيجابية، ما شاء الله ما شاء الله عنكم. هذا الجميل إنه نحن الحمد لله رب العالمين نشتغل مع الإيجابيين. يلا، فإذا عنده المصدر الأول للأرباح هو عمولة المشتريات. فلحنا مثل ما حكينا إنه نظام البيع المباشر هو يعطيك العمولة إلك أخي، ما بيعطيها لغيرك. فأنت الآن برقم عضويتك لما بتتسوق من مراكز DXN تتسوق على رقم عضويتك. كلياتكم اكيد لما سجلتوا العضويه عرفتوا انه في سيستم الكتروني للشركه اسمه اي وورد، تمام، هذا السيستم الالكتروني مهم تتابعوا عليه، هذا السيستم الالكتروني وانا شارحه على قناتي على فكره، وحتى الراعي اللي دل لك على المشروع بيشرح لك يا بسيط ما له صعب. هذا السيستم الالكتروني بتسجل دخول عليه برقم عضويتك وكلمه سر اللي انت انشاتها وقت اللي سجلت مع الشركه، وبتشوف بتراقب نقاطك وعمولاتك وفريقك وكل شيء.
فلما تشتري من اي مركز من مراكز الدي اكس ان تشتري على رقم عضويتك، بتزود الموظف في رقم عضويتك ان كان انت قمت بزياره المركز، او اذا اشتريت عن بعد عن طريق واتساب المركز بتزوده برقم عضويتك، او ان اشتريت عن طريق الاونلاين من خلال الدخول للايورد لحسابك الشخصي بالشركه. بامكانك تشتري اونلاين، هذا متاح بدول وفي دول ممكن لا. يعني هلا تركيا متاح اونلاين، اوروبا، امريكا، الوطن العربي تقريبا الان منيح، في دول كثير صار فيها اونلاين تشتري اونلاين. فانت بتحصل على ارباح على مشترياتك مباشره الشخصيه. الشركه بتحسب لك بنظام اسمه نظام النقاط، عملته الشركه اسمه نظام النقاط. فانت تشتري المنتجات، تسوق المنتجات من الشركه، بينزل عندك نقاط حسب نقاط كل منتج. يعني مثلا المنتج القهوه مثلا عليه 11 نقطه، تمام نزلوا عندك بالسيستم. مثلا تسوقت منتج العصير مثلا عليه 15 نقطه، تمام نزلوا عندك بالسيستم. مثلا منتج المكمل الغذائي عليه 75 نقطه، نزلوا عندك بالسيستم. هدول النقاط الشركه بتجمعهم كل نهايه شهر، تمام، كل ما بيخلص شهر تجمع لك اياهم ببونص ارباح، بينزل بي دي اف ضمن السيستم، تمام، النظام اللي انت عم تدخل عليه لحسابك الشخصي، بتشوفه بي دي اف تفصيلي انه انت شاري مثلا منتج معين له نقاط، عدد نقاط، الارباح تبعه كذا، شراكتك كذا. وهذا البونص بامكانك بقى تقبضه من وكاله بلدك، كل بلد فيها وكاله. هي بالنسبه للمشتريات المباشره. طبعا الارباح الشركه عندها شرط لتحسب لك ارباح، لانه هو نظام الكتروني اساسا اللي حيحسب لك. يبلش النظام الالكتروني بيحسب لك ارباح لما بتتعدى 100 نقطه خلال شهر ميلادي. شهر ميلادي من بدايه الشهر لنهايته، وقت تتعدى ال 100 نقطه، تمام، تعديت ال 100 نقطه السيستم بيحسب لك ارباح. 99 نقطه السيستم ما بيطلع على المشتريات. يعني هذا فينا نعتبره عرض، تمام، فينا نعتبره عرض، مثلك انه تاجر عم يقول لك اشتري من عندي بكميه وخذ جائزه، هذا عرض من الشركه. انا وقت تشتري من عندي ب 100 نقطه خلال شهر ميلادي انا بحسب لك ارباح. ولكن قديش رح تشتري من الشركه؟ شايفين، لاحظتوا قديش حتشتري؟ شباب لا تلهوا نفسكم بالشات كثير، طولوا بالكم، رح خلص الشرح ان شاء الله تعالى، ومن عينتيني وعلى نافوخي وعلى راسي رح اخذ اسئلتكم، تمام؟ لا تلهوا نفسكم، ركزوا معي بالشرح تبعي هلا، لانه هلا كل شيء حتسالوا عنه انا حجاوب عليه بعد ما اخلص الشرح ان شاء الله. فاذا مشترياتك انت قديش رح تشتري؟ مثلا ب 50 دولار، ب 100 دولار بالشهر، قديش ارباحهم؟ 10 دولار، 20 دولار؟ هذا ما هو يعني مو تجاره مربحه. التجاره المربحه مع الشركه هو تاسيس الفريق. هلا هون رقم اثنين، شوفوا الماوس وين صارت، رقم اثنين عمولتك على الفريق. عمولتك على الفريق. فانت بتبدا بالاستهلاك من الشركه، هذا الاستهلاك الصحي. وايضا التعلم، انصح يعني هذا مهم جدا انه ما حدا ينطلق بشرح الفكره للاقاربين او المعارف او قائمه الاتصال اللي موجوده بجوالك او السوشيال ميديا، لا تشرح قبل انك انت تكون مستهلك وتكون تعلمت اساسيات المهنه. لانه هلا انا اليوم عم بشرح لك شركه، اساسيات المهنه احنا ان شاء الله تعالى اللي عم ندرب عليها باستمرار. فاذا عمولتك الكبيره هي على شو؟ بناء الفريق. فلما حضرتك اليوم مع نظام متعدد المستويات، لما انت بتسجل شخص معك من خلال السيستم الالكتروني تبعك، هذا بصير محسوب لك بالشركه، هذا اسمه فريقك. مثلا هلا حضرتك انضميتي معي، اختي اللي عم تسمعيني، طبعا حضرتك موجوده معنا بفريقنا، وجيتي سجلتي اختك، واختك استهلكت من الشركه، انت بتاخذي ارباح واختك ارباح. طب اختك سجلت سلفتها، سلفتها بتاخذ ارباح واختك ارباح وانت ارباح. سلفتها سجلت زوجها، زوجها بياخذ وسلفتك بتاخذ واختك بتاخذ وانت بتاخذي. زوجها سجل رفيقه، رفيقه بياخذ وزوجها بياخذ وسلفتك بتاخذ ورفيقتك بتاخذ وانت بتاخذي. لخمس اجيال. بس نقطة انتهى. تمام؟ لأنه انتبهوا، الشركات الحقيقية مثل دي اكس ان عندها شيء اسمه حدود. تمام؟ في شيء اسمه حدود، لأنه شركة حقيقية.
الشركات الوهمية بيقول لك أنا رح وزع لك أرباح على كل اللي بيشتروا من فريقك. يعني مثلا والله إذا بتسجل تحت بعض سجل لك 100 شخص أنا بعطيك أرباح كازمي، لأنه ما بيحسنوا أساسا ربح معين عم يتوزع على 5 أشخاص أخي، فهمتوا علي؟ فهي بتوزع بقى الأرباح على 5 أجيال. ولكن الجميل بالأمر وين الثراء يعني ممكن تحصلوه مع الشركة؟ يعني اليوم معنا لحنا اليوم بشركتنا تمام، مين وصل دخله الشهري 50,000 دولار؟ هلا يمكن انت تصور يكون صعب تخيل، بس لما بيجي بحسب لك اياها انا بتقلي ممكن. ليش؟ من خلال نظام متعدد المستويات. لانه حضرتك الان لما بتسجل معك صديق لك تشرح له الفكره تشرح له المنتج، هو بسجل 10 مثلا، انت محاسب على 10 وعلى صديقك ال10 وقت بسجله كل حدا منهم 10، اذا بالجيل الثالث 100. لاحظتوا؟ هدول المية محاسب على أرباح مستهلكاتهم ومشترياتهم. طب بالجيل الرابع إذا كل حدا منهم سجل 10,000، جيل الخامس 10,000. فشخص تحول الآن شفته بحسبة بسيطة إلى 10,000 شخص أنت تتقاضى أرباح عليهم. هي مضاعفة الجهد والوقت بنظام المتعدد المستهلك، هذا قوته أساسا. عرفت يعني؟ لولا هيك ما كان مشروع قوي. هذا قوة المشروع، أنك أنت اليوم تدرب نفسك، دخل معك شخص تدربه على المشروع ويبلش هو بتأسيس الفريق أيضا. يعني الآن أنا بحكي لكم مثلا تجربتي خلال 5 سنوات بدون ذكر أسامي طبعا. أنا معي أحد الشركاء بفريقي، هو شخص واحد أنا دخلت وسجلته، الآن يعني بحكي لكم ثلث فريقي موجود عند هذا الشخص. أنا فريقي العالمي صحة ومام ثلثه تماما تمام من شخص واحد، فهمتوا علي؟ فالعمولات الكبيرة تأتي من بناء الفريق، ولكن يجب الانطلاق بالشكل الصحيح. يعني اليوم تعرفك على المنتج بنفسك وتجربتك والحصول على تجربة فريدة وصحية وتعلمك عن الشركة وطريقة طرح المشروع بالشكل الأمثل والصحيح، وأنا بظن يعني أمامكم أنا عم بطرح المشروع هذا، بظن يعني شيء ممكن حضرتك تعمله صح؟ ممكن حضرتك تطرح المشروع مثلي وأفضل. طرحك للمشروع بالشكل الصحيح، تنظيف المفاهيم، إيصال الأفكار بشكل نظيف واضح، لا يوجد به غباشة أو مثلا احتيال لا سمح الله، أو مثلا مراوغة، أو مثلا مبالغة، رح يؤدي إلى نمو وحصولك على شركاء جادين. أيضا رح يكون عندك عمولة أخرى على المجموعة النجمية لما بيوصل معك اللي سجلتهم، هدول اللي احنا بنسميهم شركائك. وقت بيوصلوا شركائك لرتب، فبدي اكس ان في نظام الرتب، أول رتبة بدي اكس ان حصلت عليها أنت وقت سجلت اسمها رتبة موزع، ثاني رتبة هي وكيل نجم. وكيل نجم طبعا لتحصل عليها يجب انك تكون جمعت 4500 نقطة مبيعات، يعني مشترياتك انت ومبيعات ومشتريات فريقك كل الاشخاص اللي سجلتهم بنحسب لك نقاط بعداد اسمه الترقية. الرتب طبعا تستفاد منه برفع نسبتك بالشركة، نسبة ارباحك، يعني لما تدخل الشركة نسبة ارباحك 6%، لما توصل وكيل نجم اول رتبة 25%، ثاني رتبة النجم الياقوتي 31%، ثالث رتبة 37%، وعمولات أخرى هي اللي هلأ أنتوا عم تشوفوا عمولات المجموعة النجمية. كن معك نجوم صار إلك عمولات أخرى بنسبة 15%، لما يصير معك نجم وكيل بفريقك وما فوق إلى ما دون الماسي، لما يصير في نجوم ماسيين تحصل على 15 إضافي. طبعا هلأ يمكن حضراتكم اللي جدام يسألوا أستاذ نادر شو رتبتك؟ أنا الآن ESSD Executive Senior Star Diamond، أرعى الحمد لله رب العالمين 11 نجم ماسي بثلاث خطوط، وأرعى 15 ياقوتي، وأرعى 298 وكيل نجم، والفريق العالمي الحمد لله اللي بلغ أكثر من 40,000. فلما بصير معك رتب بالفريق وبتكون أنت طبعا طلعت رتب قبل فريقك، هذا لازم تشتغل على الخطة الصحيحة انك تأمن نفسك وتأمن فريقك بالنجاح.
رح يكون عندك عمولات متزايدة. الله يبارك فيكم، شكرا اللي عم يكتب ما شاء الله، الله يجزيكم الخير. تمام، العمولات بتصير متزايدة من خلال تأهيل شركائك للنجاح بهي النجومية. طبعا ان شاء الله رح نشرح لكم الخطة التسويقية. ايضا في عنا حوافز الشركة بتعطيها لكل عضو دخل جديد، منا حافز رح يكون لكم جميعا، وانا بوصيكم جميعا انه تاخذوا كامل حقوقكم من الشركة. تمام، هذا حق لكم. رح يكون لكم هاتف بقيمة 230 دولار، هاتف بيعطوك اياه على شكل بونص ارباح قيمته 230 دولار لتشتري فيه تليفون، لانه الشركة بتعتقد انه انت تطور تليفونك مشان تطور عملك، لانه شغلك كله من التليفون حقيقة. تمام، هذا بتحصل عليه وقت بتوصل انت وكيل نجم، وبيوصل عندك 3 وكلاء نجوم عداد نقاط، كل وكيل نجم منهم وصل 6000 نقطة، بينزل لك أرباح إضافية مع البونص 230 دولار حتى تشتري هاتف جوال. أيضا حافز الرحلة الدولية الخارجية أو بتاخذوا تعويض بقيمة، هذا مرة واحدة غير الرحلة على فكرة السنوية، هديك الترفيهية هي تدريبية بيعتبروها، بيعطوك 1580 دولار، وقت بيوصل معك 5 شركاء أنت سجلتهم لأنهم هنن يحصلوا على الهاتف الجوال، يعني 5 شركاء بفريقك حصلوا على هاتف الجوال هنن، أنت بتحصل على 1580 دولار. هدول ما دخلهم بعمولاتك على فكرة، هدول حوافز هيك يعني هدايا. أيضا مشاركة أرباح عالمية بنسبة 2% الشركة بتشاركها مع الماسيين وما فوق. بس وصلت رتبة ماسي، هي ثالث رتبة بالشركة، بس وصلت رتبة ماسي بتصير بتشاركك شهريا ب 2% من أرباحها مع كل الماسيين. يعني خليني أضرب مثل، لنفترض أرباح الشركة حول العالم 500 مليون دولار، وعدد الماسيين مثلا يا أخي 100,000. تمام، لح تشارك من ال 500 مليون دولار 2% مع هدول ال 100,000 ماسي. فحسب طبعا بتتم المعادلة حسب حجم فريق وإنجاز كل ماسي، لأنه أنا أوقات مثلا بينزل لي، أنا بالنسبة لي بحصل على هاي العلاوة من أكثر تقريبا 4 سنوات، من وقت ما وصلت نجم ماسي بأول سنة بحصل على هاي العلاوة، تنزل مع بونص الأرباح، فبتختلف من شهر لآخر حسب أداء فريقي وحسب أداء الشركة، ولكن أنت بتحصل عليهم هدول هيك كادو من الشركة هدية. تمام، طبعا عمولة العلاوة القيادة هي اللي حكيت لكم عليها وقت بوصل معك ماسيين، وحافز الرحلة الدولية اللي حكيت لكم عليها قبل قليل المجاني، المجاني السنوي، هي بتحصل عليها لما بوصل عدادك. هلا عاملين هن التارجت، كل سنة إلى تارجت، هلا الهدف هاي السنة انه يوصل عدادك كاملا انت وفريقك 200,000 نقطة، هدول المسجلين على الشرق الاوسط اللي هلا مسجلين على السعودية، على العراق، على الاردن، على الجولف، بسموه اقليم جولف، بيرمزوا له بالسيستم جولف، اللي مسجلين على جولف تجمع 200,000 نقطة انت وفريقك، الشركة بتمنحك هي الرحلة المجانية. انت بتكون تمتعت هون بالارباح وبالنجاح وبالحوافز، واجاك كمان رحلة مجانية، جميل رائع، عرفتوا؟ فطبعا 200,000 نقطة ممكن اليوم تلاقي انت انه هذا موضوع صعب لما بتكون بمفردك، بس لما تكون عم تبني الفريق بتلاقي صار سهل جدا، لانه فعليا حكيت لكم مضاعفات الشبكة، يعني انت شخص ممكن من خلاله تعمل 10,000 شخص. تمام، اي نعم، مثل ما عم تشوفوا حضراتكم على الان الشاشة، هي بعض عمولات شركائنا، احنا حطينا بونصات متفاوتة، سبحان الله، يعني لكل مجتهد نصيب. والله مر علي انا حقيقة كتير بخمس سنوات بحكي لكم فيها ما بخلص، مر علي ناس بيقول لك انا والله صار لي عضو 3 سنوات ما استفدت. مزبوط، شو السبب؟ طبيعي، مثل واحد عم يقول لك انا صار لي مسجل بالجامعة 3 سنوات وما نجحت، ما فهو لكل مجتهد نصيب. يعني في اخي ناس تتخرج من الجامعه وفي ناس لا، في ناس تشتغل لانه في ناس لا، عمر العضويه لا يعني شيء. والدليل انه انا الان هلا بهذا اللقاء معي ناس حصلت اول رتبه بشهر،
معنا الأستاذة إيمان، نوجه لها تحية، شهر وعشرة أيام حصلت أول رسمة. موجودة معنا كوتش إيمان؟ اكتبي لي بالله بالشات أنا لأنه قافل المايكات. موجودة حضرتك معنا؟ نظن ما أنا موجود. على كل الأحوال معروف الكوتش إيمان معنا، شهر وعشرة أيام وصلت وكيل نجم أورد، يعني جمعت 4500 نقطة هي وفريق، ومعنا ناس سنة ونص لوصل وكيل نجم. يا سيدي الله يبارك للجميع على كل الأحوال، ولكن الآن لكل مجتهد نصيب. هذا تكافؤ فرص. اليوم الكل يملك عضوية، وأنا مثل أنا عضويتي مثل عضويتكم تماما. ما الشركة عندها مثلا عضوية جولد مثلا او عضويه بريميوم او ما في هيك شيء، عضويه واحده بالشركه والنظام العمل واحد والساحه مفتوحه امامنا نحن الكل بالتنافس على الانجاز. فلاحظوا مثلا هذا بونص ارباح 13735 ليره لاحد الشركاء، هذا بونص ارباح، هذا شهري طبعا، كل شهر بينزل تمام. والشركاء اللي موجودين معنا بيعرفوا هاي الصورة، مو غريبة عليهم. بمعنى شو؟ بمعنى هاي لقطات الشاشة من مكان أساسا أظهار الأرباح في سيستم إيورد. فلاحظوا هون عنا 18500 ليرة تركي تمام، معنا هون 21200 ليرة تركي، معنا هون 105 دولار، هذا بونص بسيط يعني 42 دولار بونص بسيط، ممكن يكون جداد يعني أعضاء جديدة. هون 1500 دولار ما لكم شايفين، طبعا هو بينزل مرة بالدولار مرة حسب البلد، لأنه هلأ اللي موجودين بتركيا بينزلوا بالليرة التركية، اللي موجودين بالشرق الأوسط لا بينزل بالدولار. هون مثلا 1200 دولار، هذا البونص 567 دولار، هذا الله يبارك له يعني 6900 دولار ما شاء الله. وهذا بونص منطقي لشغل ثلاث من سنتين لثلاث سنوات، يعني شغل من سنتين ثلاث سنوات انا بقول لك الشهريه هيك، بس يكون شغل صحيح. عرفتوا؟ طبعا بدايه ليش بديت حديثي مع حضراتكم من البدايه بالمنطقيه، انه مشروع اخي هذا، عرفتوا؟ يعني مو موضوع انه اليوم هي ضربه حظ، هذا مشروع بده عمل. اليوم مثلا نحن بنشوف موظف، والله معنا احد الشركاء اسمه اسماعيل معروف بفريقنا، وصل هلا ما شاء الله نجم ماسي تنفيذي تمام. هذا قصته موجودة، يعني بيحكي قصته، احنا سجلناه تقريبا بظن من شيء يعني سنتين تقريبا. فبيقول لك انا والله 9 سنوات بالمعامل هون بتركيا تمام، دخله ما بيتجاوز 300 او 400 دولار او 500 دولار، ما استطاع يتحرر من وظيفته هي الا مع الدي اكس ان، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. خلال تقريبا سنة ونص تحرر من وظيفته، صار يعتمد على دخله من الدي اكس ان. هلا الان ما شاء الله يعني الله يبارك له متألق لامع، عم يعمل تدريبات ومحاضرات وعم يرعى شركائه وبيطلع من مكان لمكان واموره صارت حريه كامله، منين ما بده بيشتغل ووقت اللي بده يشتغل والطريقه اللي هو بيلاقيها مناسبه للشغل. حرر ماليا الحمد لله، ومعنا امثاله كثير. معنا ايضا شخص اسمه ساريا ما شاء الله، كمان سجل معنا بظن انا من قريب العامين، كمان موجود له محاضرات، بإمكانكم تبحثوا الآن عن محاضراته. ساريا المليحاني من فريقي، فتحرر من الوظيفة، أيضا موظف. ليش أنا وقت بديت معكم بداية لكم اللي إحنا الآن جزء من فريقنا العالمي، الحمد لله رب العالمين، مع الجهد وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فالآن مثلا الأسماء هاي اللي ذكرتها لسه في أكثر منها كثير، هذول كلهم استقلوا مع فرقهم ما شاء الله. لاحظتوا؟ إذا خلاص أتذكر الكاميرا، أسكر الكاميرا. في حدا فاتح كاميرا مثلا بالغلط؟ انتبهوا النسوان إذا فاتحين كاميرا، ما بطلع لعنها الكاميرا. هذا بونص مثلا قريب 7000 دولار. هي مسجل اللقاء الحمد لله مسجل تمام. عم بحكي لكم انا انه بالبدايه حكيت لكم انه الفريق الحمد لله كبير جدا. ليش انا عم بقول لكم هي المعلومه؟ لانه الحمد لله رب العالمين العمل مع شركه حقيقيه مثل دي اكس ان انجاز حقيقي مؤكد للجادين.
تمام، اللي عندهم الصبر مطلوب بالعمل، اللي عندهم الاستمرار، اللي عندهم الفهم انه تأسيس المشروع يحتاج الوقت، اللي عندهم طاقة إيجابية لتجاوز كل تحديات العمل، ما في عمل ما له تحديات. طبعا هذا بونص موجود الآن، وفي بونصات أكبر بس مو في فريقنا، في بونصات ما شاء الله. يعني بذكر لكم بونص معمر السفيرة ما شاء الله بالسعودية وصل أكثر من 35,000 دولار. بذكر لكم بونص سفير جمال المسعدي وصل أكثر من 60,000 دولار. بذكر لكم بونصات من خارج الدول العربية، أوسلر فلبيني 100,000 دولار كان معنا بالمؤتمر من سنتين، كنا بمؤتمر بإنطاليا، دي اكس ان تعمل مؤتمرات، وجهزوا حالكم في مؤتمر قريب على فكرة بأنقرة تمام بالشهر الخامس، اليوم رح انشركم على الجروب طريقة الحضور له. فحضر معنا أوسلر فلبيني 100,000 دولار شهريته تمام. لازدو الهنغاري ما ذكر بونصه بالتأكيد، ولكن يقال 10,000 دولار ما بعرف بالضبط. لازدو الهنغاري و يعني الآن هو جاي رح يحضر معنا هذا المؤتمر إن شاء الله تعالى بالشهر الخامس. الخطوة الصحيحة والبدء الصحيح مع المشروع، أول خطوة هو امتلاكك العضوية، وكلكم امتلكتوه، هذا جمالية المشروع. طبعا الآن في موضوع جدلي بكل شيء دائما قائم من مشاريع، موضوع حلال حرام. يعني مثلا السوشيال ميديا العمل عليه حلال حرام، في شيخ بيقول لك هذا حرام، في شيخ بيقول لك حلال، دي اكس ان حلال حرام. اللي درسوا الدي اكس ان كعلماء حلل، واللي اجتهم استفتاء بشكل خاطئ حرموها. يعني مثلا روح هلا للشيخ قل له اخي انا بدي فوت بشركه، انا بدفع رسم هو بدفع رسم وانا بدفع هو بدفع، بيقول لك اسحق هذا حرام. مو فاهم انه نحن هذا الغلط من مين؟ من المستفتي. انه مو فاهم انه نحن عندنا منتج، عم نبيع منتج مع فريق. اللي وصلته الان العلماء، اللي وصلته انه نحن عندنا منتج حقيقي بيتم استهلاكه او بيعه، بيقول لك لا ما عندك مشكله، الشركه عم تشاركك ارباح منتجها. تمام؟ طبعا هذا الكلام بالنسبه لك الان اللي انا عم بحكيه هو كلام، بس انا هلا رح اعطيكم قناه تليجرام فيها فتاوى. في ضمن القناة أحد الدكاترة الشريعة عمل تخرج الدكتوراه تبعه ب80 صفحة دراسة لخطة دي اكس ان التسويقية. هو كان يعني البحث تبع التخرج 80 صفحة بكتابه حكى عن نظام دي اكس ان يلي شبهه بالجعالة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الجعالة يعني السمسرة تمام. فدي اكس ان تندرج تحت نظام السمسرة، نظام عادل ما حدا بنظلم فيه، ليس نظام هرمي، لأنه اليوم في شركات تدعي أن تعمل بالبيع المباشر ولكن هي هرمية، بل نظام شبكي ونظام عادي، الكل بيدخل بنفس نسبة الأرباح والكل بيرتفع بأرباحه حسب جهده وحسب مبيعاته تمام؟ بمنتج نافع. هذا مهم. أحد المشايخ قال لك هذا أنه ليش حرام؟ لأنه تغرير، يعني الناس تشتري منتجات مشان تربح. لا، بدي اكس ان تشتري المنتجات لتستفاد صحيا، وبدي اكس ان بتبيع المنتجات للناس تستفاد صحيا، وهذا مثبت. وكل هاتكم رح يكون عندكم تجارب فيما بعد ان شاء الله تعالى من خلال استهلاك المنتجات. مين عنده تليجرام الفتاوى ينزلها دغري هلا بالله على الشات، عشان ما سكر هذا السلايد لانه بدي اعطيكم اياها من اللابتوب. مين عنده بالله نزلوا لنا شاطر هلا بينزلها تليجرام الفتاوى يا جماعة. طيب تسلم كوتش شمسان، الله يجزيك الخير. فإذا بداية امتلاك كود العضوية، وثم طلب منتجات الشركة. خبراء الصناعة، خبراء الصناعة يعني مثل إيروكوري الامريكي، وصل دخله 1.5 مليون دولار، مو بشركتنا هو على فكره، بس هذا رائد اعمال بصناعه البيع المباشر مشهور كثير. يعني هلا بيقدم محاضرات، هو الساعه الواحده تبعه ممكن تدفع 1500 دولار عليها لحتى تحضر له محاضره تمام. هذا بيقول لك النظام الصحيح لانك تنجح مع شركه
من شركات البيع المباشر انك تكون المستهلك الاول. اول شيء تعمله تعرف على منتجات الشركة. طب ليش بدك تقول لي؟ بقول لك لانه انت بهذا النظام لازم تعمل دعاية شفهية. اذا ما كنت واثق من منتج الشركة اللي عم تشتغل معها لا يمكن تكون عم تعمل دعاية شفهية بشكل فيه مصداقية وثقة وواثق من الشيء اللي عم تقوله. فما حيكون في استجابة ولا لح تستطيع انك تكون مؤثر بالاخرين لانه انت ما عندك قصة مع المنتج اساسا. فبالبداية التعرف على المنتج شخصيا. انا وقت دخلت نهاية 2019 3/12/2019 سجلت عضويتي. هذا الشهر 12 كلياته انا قضيته بحث وتعلم واستهلاك. فانا طلبت وقتها طلبت القهوة الكلاسيك، يعني هن القهوة عديدة، طبعا الكلاسيك هي مو مفضلة كتير اصبحت، انا عندي هلأ قهاوي اخرى مفضلة، بس ما بعرف وقتها طلبت الكلاسيك وطلبت الطحالب السبيرولينا لاني بحثت ولقيت انه هذا منتج عظيم واستفدت عليه وبلشت اتعافى من الكولون العصبي الحمد لله. والحمد لله فيما بعد لم يعد لدي شيء اسمه كولون عصبي مع استمراري بالاستهلاك. فطلبت وقتها انا القهوة، طلبت السبيرولينا، طلبت منتجات العناية الشخصية، ماني بتذكر بالضبط، يمكن معجون صابونة كذا، كملت 100 نقطة وقتها وقعدت اتعلم. ما بدأت بالانطلاقة الحقيقية إلا لبداية 2020، يعني شهر تقريبا من التعلم، تقريبا شهر إلا شهر وشوي هيك، لأني أنا بدي وكأني يعني وكأنك أخي الآن فتحت متجر أنت أو فتحت شركة، هل يا ترى تستطيع أنك أنت تبني شريحة من الزبائن إذا كنت ما بتفهم شغلك، إذا كنت مالك أساسا أنت فاهم عملك؟ لا تستطيع. بدك تعمل دراسة ليش بدك تشتغله. فنفس المسألة أنا أنصح الجميع، البداية الصحيحة طلب المنتجات، الجلوس على التعلم باستمرار، تفريغ نفسك للتعلم، فرغ نفسك، هذا مشروع للعمر كله، هذا المشروع اللي حيعطيك إن شاء الله تعالى بالمستقبل $5,000 بالشهر، $10,000 بالشهر، حيعطيك مكانة وحيعطيك حرية وحيعطيك كثير أشياء حتعرف عليها لاحقا، ثقافة صحية، ثقافة مالية، ثقافة فكرية، اجتماعي، حتصير عندك مجتمع كبير يرعاك، حتسافر من بلد لبلد، مشروع العمر. هاي أول نصيحة، الاستهلاك مع التعلم. طبعا التعلم نحن وفرنا لكم الحمد لله رب العالمين تدريبات، وفرنا تدريبات للجميع باستمرار. الجاد اليوم اللي موجود معنا فعلا ما حينقصك شيء معنا أبدا، حينقصك شغلة واحدة فقط، انك تكون ملتزم. بس كنت ملتزم ما بينقصك شيء معنا، لانه التدريبات مجهزين. يعني انا هلا الان عم حاكيكم في قناة تاو رح نزلناها بالله شركائنا بعد اذنكم، ليك رح انزلكم يا الله، جاهزة لك عندي. هاي قناة تليجرام فيها اساسيات العمل، هاي الاساسيات مرحلة الموزع للجديد، تمام؟ هاي هي ليك، ايوه الرابط تبعها نزل، كمان نزلكم الرابط لانه الشات اخذ مو كل البوست. ايوه هذا الرابط تبعها، هاي تليجرام. هلا اللي داخلين معنا عاملين عضويات جديده، هاي التليجرام ما تفوت عليها، يعني انه هيك تالف فيها ما بتستفاد. هاي مع فنجان قهوه دكسيني حصرا، تمام، صحي يعني، وساعات فرغ له، ودفتر وقلم، وسجل ملاحظات، سجل ملاحظاتك، حكينا فيها خطة DXN التسويقية، النقاط، كيف تأسس الفريق، يعني حكينا أساسيات، لأنه اليوم مشروعك مشروع قائد مع DXN، يعني إذا حتكون قائد لآلاف الناس، فصناعة القائد بنفسك ما هو مشروع يوم، هذا شوي شوي مهارات تكتسبها مع التعلم والاستمرار معنا، ولكن أساسيات البدء هلا حتلاقوها بالتليجرام. هاي نقطة. نقطة تانية مالكم كل المناخ. نقطة تانية القناة اليوتيوب كوتش نادر عثمان، قناتي فيها محاضرات قيمة جدا رح تستفادوا منها كتير كتير كتير، تمام. فهلا أنا ما حكتر عليكم، هلأ مبدئيا التليجرام وقناة اليوتيوب، وأسبوعين أو شهر استهلاك وتعلم. بعد ما أكد لك
انك لما تنطلق حتنطلق بثقة كبيرة وحتكون مؤثر كبير وحتستطيع بناء الفريق بكل يسر. على مبدأ شو شباب سيدات؟ على مبدأ شو؟ على مبدأ مثلا الآن لما بدي أعلمك لغة انجليزية، انت ما حتستطيع التحدث لو تعلمت الكلمة او الجملة او المفردات، او انت ما حتستطيع التحدث مباشرة، صح؟ انت تحتاج لتمرين. نفس الامر هلأ، انت تحتاج لتمرين، لا حدا يستعجل لانه حديثك ما حيكون حديث صحيح. الله يبارك فيك اخي مصطفى. يعني الان هلأ صارت واضحة الفكرة لدى الجميع انه هي عضوية اخي وهذا منتج، وانا اذا جبت حدا اقنعته وسجلته، انت تسأل عم تحكي مع نفسك، لا افترض انا عم تسأل عم تحكي مع نفسك انه انا جبت حدا سجلته واستهلك انا بربح. انت حتلاحظ انه ما حدا حيستجيب معك ولا حدا حيهتم بفرصتك. ليش؟ انه انت اساسا ما عندك تأثير، لا عندك قصة مع المنتج، لا عندك فهم للشركة، لا عندك حديث يحتوي معلومات. فاذا لح تحبط وتوقف وتقلي كوتش نادر انا ما حدا قبل معي المشروع ولا حدا حابب هيك شيء. وهذا بيحصل، اللي حصل بفريقنا مع اشخاص، وحصل عكسه اشخاص اخرين استطاعوا الحمد لله وتمكنوا ينشئوا فرق كبيرة وعملوا الاف الدولارات من الشركة. تمام؟ فأسأل الله التوفيق للجميع. خلينا نفتح باب الأسئلة يا جماعة، شو رأيكم؟ يلي حابب، وأنا حخلي المايكات مع الجميع. طبعا إضافة كمان لموضوع اليوتيوب والتليجرام، أنك تحضر يوميا معنا هذا الاجتماع. أنا يوميا عندنا اجتماع صباح، تمام؟ هذا كثير مهم. طيب توكلنا على الله، هاي إيقاف المشاركة. رح افتح المايكات، بامكانكم تسالوا بالمايك وبامكانكم بالشات يا جماعه. اخي مصطفى عم تقول انت بنهار بشغلك، والله معنا نحن على فكره، يعني هيك انه بيحضرونا بتحط سماعات، عرفت شلون؟ لانه يعني كيف بدك تتمكن انه خليني اقول انا توفق بين هذا المشروع وشغلك، لازم انت تقتنص الفرص، شايف شلون؟ تقتنص الوقت اساسا اللي موجود معك بشغلك، ممكن مثلا وقت الفراغ، ايضا انه بالسماعات تتابعنا. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. هلا انا شغلي بشتغل انا بالعمار بالانشاءات يعني، وكل نهار بمكان وكل نهار بضيعه، وما ولا طول عندي نت وما فيني شيء للجهاز هناك يعني. نعم. ايه فاهم، مشان هيك انا عم بسالك. طيب يعني سؤال. طيب سؤال، شو الحل برايك؟ شو الحل برايي؟ ما بعرف، لهيك اعرف الحل ما سالتك. لا انت لك توجد الحل برايي. دلك ليش؟ لانه فعليا مثلا حاضرب لك مثلا، انا اليوم حياتي الشخصيه، انا اليوم أيوة. حياتي الشخصيه ممتلئه بالاشياء المطلوبه مني، يعني انا عندي عائله، عرفت؟ عندي عائله، عندي مثلا مهام اخرى غير الدي اكس ان، تمام؟ عندي طبعاً اشياء مشرف عليها، تمام؟ عندي انا اليوم مثلا انا مستشار لبعض يعني الشركات، شايف؟ فالقصد انه انا اليوم اللي بعرف اوجد حل لنفسي بصراحه، مو انا بوجد لك حل، شايف شو يعني؟ انت مثلا اليوم بتعرف كيف ممكن ترتبط فينا من خلال انك توفر الانترنت، تمام؟ انت توجد الطرق، شايف؟ ففعليا هو هذا هو اخي الغالي التحدي اليوم للنجاح، انه انا بدي اوجد حلول. اخي انا عندي كذا وكذا وكذا، انا عندي عائله، انا عندي والله بس بعمل لقاءات، انا عندي لقاءات اخرى هلا بدي اعملها، عرفت شلون؟ بدي اوجد حل لوقتي، بدي اوجد حل لحتى انجح، عرفت اخي الغالي؟ هيك هلا شو اسمه، هو ضروري اسمعه ولا ضروري يكون موجود؟ والله بالبدايه اخي مصطفى انا هلا حكيت بالبدايه كما قال الخبراء، ابدأ بالمنتج، اطلب المنتجات واستهلك المنتجات، تمام؟ وتعلم. هلا موضوع التعلم يعني اليوم وفرنا لكم احنا التليجرام، وفرنا لكم اليوتيوب، بامكانك انت تقتنص الساعات اللي بتكون فيها
جالس. انا بحكي لك شغله اخي الغالي اليوم. تفضل. يعني كلياتنا بنعرف انه ممكن حدا منكم يقضي على السوشيال ميديا على التيك توك مثلا ساعه الفراغ تبعه يقضي عم يقلب بالفيديوهات. هي الساعه انت بتتعلم فيها بتصير بتلغي المشتتات للوقت. هلا هو شيء اكيد. انا هلا غاي بعد ما اجي من شغلي مثلا اذا بيكون هذا اللقاء بيكون مسجل انا بس اجي من شغلي مباشر بفتحها مثلا وببرك بتسمع عليه. نعم هو مسجل على قناتي على اليوتيوب هذا المباشر. تفوت على قناتي في عندك قائمه المباشر. نعم ايوه ايه اذا هيك تمام تمام بس طيب انا ليش سالتك هل انت لك إيه؟ انا سالتك عشان تقول لي هذا الكلام. برافو عليك استاذ نادر. هو الان وجد له حل خليته يوجد حل نفسه يعني ما حتى ما كلمته ويرجع للقناه حقك او اللقاء مسجل او كذا هو الذي وجد نفسه حل فهذا هو اساس النجاح. نعم ايوه نعم صحيح 100% والله كوت شمسه. يعني هلا في نقطه شلون في شيء اسمه دائما النجاح يعتمد على النجاح الذاتي. شايف يعني مثلا انا حاضرب مثل كلكم بتعرفوا انه احنا وصغار كانوا اهالينا الله يجزيهم الخير يودونا على المدرسه اخي تمام بس تنتهي مهمتهم وين عند باب المدرسه نحن بنفوت لجوا ونحن اللي مطالبين انه شو ننتبه على الدرس ونتعلم. فالان انا الان اخي هلا انتهى مهمتي بعد ما انتهى هذا اللقاء صح. فهلا بنشوف انه مثلا البعض اخذ بالموضوع بشكل جدي وبلش يمارس الشيء اللي انا ذكرته. فاهم شلون هذا بقى يعني يشبه المثل سبحان الله النجاح كل حدا هو مسؤول عنه. طبعا شفت انا كثرت اسئله لانه بدي باشر يعني من هلا. الله يفتح عليك ويفتح على كل حدا فعلا رايد اراده حقيقيه لانه الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال بكتابه الكريم لا يغير الله وإياكم يا رب. شو قال؟ قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير أخي نحن اللي سبحان الله إرادة تركها عنا ربنا سبحانه وتعالى إرادة التغيير. تمام بدنا أخي نغير مثلا وضع مالي نحن بدنا نغير وضع صحي نحن بدنا نغير وضع اجتماعي نحن بس ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ورحمته ولطفه انه هو معين للعبد الصالح اللي قرر. شايف شلون صحيح. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا رب ويرزقك ويقويك يا رب وان شاء الله على الرتب الاعلى يا رب. يا رب واياكم يا رب. امين يا رب. طيب ايضا شباب سيدات مين حابب يسال مين حابب يفتح مايك احنا جاهزين. سؤال عشرات استاذ نادر موجود في ادلب هل استطيع العمل؟ نعم نعم ان شاء الله تعالى بدون اي مشكله بدون اي مشاكل. طيب كوتش شمسان ممكن حضرتك هيك تطلع على الشات اذا في شيء سؤال انا ما انتبهت له تطرحه وانا جاوب عليه بعد ما اطرح من الاسئله. حاضر ولا يهمك استاذي. الله يحضر لك الخير يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك استاذنا شو اخبارك؟ اسف على التاخير والله يمكن يومين ونص ما بنعرف شو هو طعم النوم. الحمد لله رب العالمين. يعني صراحه يعني في بعض العالم الله. بعض الاعضاء مثلا من الاشخاص اللي بنستقطبهم بيكونوا سلبيين هذول دغري مباشر بس انه قال لك انا ما بحسن اشتغل انا ما بحسن اكون معكم خلاص مباشر انهي الموضوع من البدايه. يعني احسن ما تروح تسجلوا رقم عظيم ويكون اسم يكون اسم على السيستم وما يشتغل صراحه. يعني هي اولا. ثانيا يعني في بعض ليش ما عم بيكون نعم استاذ ليش ما عم تنام عم تقول ما عم تنام ليش ما عم تنام ما عم تنام بسبب ضغط تسجيل الاستقطاب الارباح الحلم المستقبل شغف النجاح هذا السبب. Yes. حلو. أستاذ نادر هو شغله الهدف الأساسي هو الذي شغله ما خلاه ينام.
طبعا حلمي هدفي اني اوصل لدخل عالمي كبير، هي اولا. ثانيا يعني يكون عندي بصمه ايجابيه. ثالثا اني انا عم بقدم رساله خير وعم بقديها، وهدفي اني بدي عم بسعى له ان شاء الله. بس اما اليوم انه ما نعرف شو هو النوم، ايه ما هو مشكله، هذا الثمن. السلام عليكم. الله يفتح عليك يا كوتشنا. الله يسعدك. بس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه، الله يعطي العافيه للجميع ان شاء الله. الله يعافيك يا رب. نحن بنتشرف انه انت عم تدرسنا وعم بتوجهنا، وان شاء الله هيك كلياتها للنجاح الكبير. يا رب. امين يا رب. يا رب امين. انا بتشرف فيك. عمرك حكيت فعاليه في انقره؟ نعم نعم. انا كعضو جديد، انا امبارح انضميت لكم، وان شاء الله فضل الله عز وجل ان شاء الله كلياتنا بنكون طريق النجاح. انا كعضو جديد بحسن بحضر الفعاليه ان شاء الله. الحمد لله. طبعا طبعا الفعاليه لكل الاعضاء. هلا انا بدي انزلكم ان شاء الله على المنشور مهم. بتمنى كلياتكم تكونوا على منشور مهم من كوتش نادر عثمان، هو هذا المجتمع اللي على الواتساب. رح نزلكم التفاصيل تمام كيف تشتركوا بهذا المؤتمر ان شاء الله. ان شاء الله. الله يجزيك الخير يا كوتش. استاذ نادر، في شبكه تحت شو طبيعه العمل والارباح؟ بكون هلا دخل اللي كاتب هيك. هلا دخل على كل احوال اللي دخلوا هلا. انا شرحت كل فكره العمل. بتمنى ترجعوا على القناه على اليوتيوب مسجل تمام، قناه كوتش نادر عثمان. اذا تبحثوا على اليوتيوب على فكره كوتش نادر عثمان بتطلع قناتي. فوتوا على البث المباشر، بتكون مسجله بقسم البث المباشر ان شاء الله. هي نفس اللقاء تبع اليوم شرحنا فيه كامل العمل الحمد لله. هلا نحن جربنا كاعضاء جدد انه ننشر المنتجات يعني ونسجل اعضاء. هلا انت مثل ما حكيت لك اخي مصطفى، مثل ما قلت لك ابدا مثل ما انا قلت لك وما تعمل تمام. هي نصيحتي لك تمام. ما في داعي هلا انك تبدا العمل ابدا، هي النصيحه. هلا انت بمرحله اخي التعلم. يعني على فكره بالمناسبه اصغر مشروع اليوم، اصغر مشروع اللي هو يمكن يكون ماركت بقاليه تمام، يستغرق من صاحب هذا البقاليه اقل شيء شهر تجهيز البقاليه، اقل شيء يا اخي، بين ما جاب رفوف ونزل على الاسواق واشترى البضائع وبين ما صح. فانت اعتبر نفسك هلا عم تاسس الشركه تبعك، تاسيس شهر، اعطينا شهر تمام، استهلاك المنتج والتعلم، ومن ثم بقول لك انطلق على بركه رب العالمين. ايوه. طيب ايضا مين عنده سؤال يا جماعه؟ كوتش شمسان في شيء اسئله على الشباب ما شفتها؟ أين أستاذ نادر؟ في واحد قال هل من الممكن دائما أشتري من حسابي للكل أو لازم يشتروا من حساباتهم، وهل تختلف النقاط؟ رائع على حسابك. بالنسبة لموضوع اليوم شراء المنتجات، بس في مايكات بلا فكر المايكات مصطفى سكر عندك عشان ما تصير تردد للصوت. يلا الشباب اللي فاتحين المايكات. ايوه تمام. طيب بالنسبه للموضوع اليوم شراء المنتجات، مثل ما اسلفت لحضراتكم كل حدا بيشتري على رقم عضويته تمام، مشان تحصل على النقاط ويتم توزيع الارباح. فانت اليوم اشتريت المنتجات على رقم عضويتك، نفس الامر وقت بيدخل معك شخص عامل له عضويه تحت رقم عضويتك تمام. انت عندك اليوم خيار على السيستم انك تسجل عضو جديد. لما تعمل له عضويه جديده هو ايضا بيطلب منتجات من بلده، وهذا الجميل. يعني شوفوا انتم اليوم قوه صناعه البيع المباشر مع الدي اكس ان. لو انت مثلا موجود الان بالسعوديه عندك عضويه تسوقت من مراكز السعوديه، عندك احد المعارف موجود يا اخي بتركيا تمام، سجلت له عضويه اشترى من مراكز تركيا، هو اخذ ارباح وانت اخذت ارباح. فانت اليوم عالمي، يعني اليوم الشبكه تبعك عالميه، مثل اليوم الشبكه اللي اسسناها شبكه صحه ومال عالميه تمام، موجود معنا بكل دول العالم. فهذا كمان من المزايا القويه. يعني ايضا شو في اسئله؟
ما في أسئلة أستاذ نادر لحد الآن. في أخ نجد حياكم الله أختي، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، وبركت كتبت لنا جهودكم أبدعت تميزت خاصة بالتفاصيل يا كوتش نادر، الله يجزيك الخير يا رب وإياكم. حسب ما فهمت لازم يكون العضو مسجل على سيستم الشرق الأوسط فقط لتمنح له رحلة العام 2025 تركيا. كيف يعني نحن في أوروبا مثلا؟ تمام، سؤال جيد، شكرا كثير. لا طبعا هن بالشركة مثل ما أسلفت لحضراتكم كل إقليم له رحلته الخاصة، فالشرق الأوسط يعتبر إقليم، الشركة اسمها نفسها إقاليم، الشرق الأوسط إقليم، فتم تحديد الرحلة إلى تركيا بالنسبة لجماعة الشرق الأوسط يعني مسجلين على الشرق الأوسط، مثل مثلا تركيا مسجلين على تركيا، تم تحديد الرحلة لهم لماليزيا، تمام، لمزارع الشركة ومصانع. أوروبا والله أكيد هن يعني أطلقوا البرنامج، لأنه بداية السنة أطلقوا كل برامج الرحل، بس ما لي بتأكد لأي دولة. فهي كل على كل أحوال كل أقليم له ترتيب. يعني هلا العام الماضي على فكرة كانت الرحلة للجميع تقريبا لماليزيا، فالعام الماضي 7,000 عضو اللي طلعوا الرحلة الدولية إلى ماليزيا اجتمعوا بماليزيا، وموجودة على فكرة على قناة الشركة الرسمية اسمها DXN Funds، موجودة مصورة رحلة السنة الماضية. يعني كان بصراحة ما شاء الله تجمع كتير كبير من كل دول العالم، الهنود، الصينيين، الماليزيين، العرب، الأمريكان، الأوروبيين، كلاتهم كانوا موجودين بماليزيا العام الماضي، أكثر من 7,000 تقريبا شخص. فيعني هيك هنا أنا عضوة جديدة كيف أبدأ العمل؟ تمام أخت ميار، لحنا شرحنا فكرة العمل، أنت حضرتك فتي يبدو بعد ما شرحت أنا، ارجعي لقناتي من فضلك على اليوتيوب مشان تشوفي هذا البث اليوم اللي هلا نحن فيه، البث المباشر مسجل، تمام؟ قناة كوتش نادر عثمان على اليوتيوب، فوتي على قسم البث المباشر تلاقي أنه مسجلة هي الجلسة، أنا شرحت كاملا كاملا. طبعا بأول التسجيل ممكن تشوفي شرح المنتجات، كان أم عمران عم تشرح منتجات، بعد أم عمران كانت فقرتي اللي هي شرحت كامل بالسلايدات كامل العمل. الله يبارك فيك يا أخت ميار، حياكم الله. طيب شو رأيكم نحن نعطي هلأ، نحن عنا هلأ بتوقيت السعودية يعني صفيان تقريبا يعني 7 دقائق 8 دقائق بتصير 1:30، رح نعطي 8 دقائق ونختم مع حضراتكم إن شاء الله. أخذ داليا، منتوسع أكيد موضوع الاستقطاب وهي الأمور، وهذا هو السر باجتماعنا اليومي على فكرة، تمام؟ إحنا اجتماعاتنا اليومي لنناقش فيها هاي الأمور بالمناسبة، مسألة البناء ومسألة المتابعة ومسألة التدريب ومسألة كيف تشرحي أفضل شرح، وهذه هي المسائل كل يوم نناقشها، عرفتوا كيف؟ فلذلك حرصي على أنك تجتمعي معنا يوميا. طيب أيضا في أسئلة؟ كله تشبع ما شاء الله، أنا متأكد أنه يعني من خلال خبرتي الخمس سنوات المتواضعة أنا متأكد أني وصلت الأفكار إن شاء الله تعالى للجميع. شو أنتوا بتقولوا؟ وصلت فكرة العمل كاملة؟ اللي حضروا معنا الشرح يكتبوا لنا بالشات، وصلت؟ وصلت ما شاء الله. محمد أمير حياكم، مصطفى برافو والله يبارك فيك، أخ الضحى ما شاء الله، كوت شمسان الله يبارك بالجميع، حلو رائع، يعني الحمد لله رب العالمين، رائع ما شاء الله عنك أخت رغيدة. معناته إذا شايف إن شاء الله تعالى الجميع يعني أصبح الآن مستعد إن شاء الله للبدء. وصلت كوتش يامن حياكم، مستعد للبدء إن شاء الله، مستعدين للبدء. كيف الاستعدادات؟ على أي موجة؟ على التردد العالي ولا التردد المتوسط ولا المتدني؟ الله يبارك فيك أخي محمد، نار ما شاء الله، حلو أيضا، الله يبارك فيك يا أخي داليا، محمد الله يبارك فيك، أعلى التردد مصطفى برافو رائع ما شاء الله، حلو. يعني سبحان الله، شوفوا رح أختم معكم بهي بعض النصائح العامة، تمام، وأسأل الله أنه تنفعكم وننتفع فيها بالثواب إن شاء الله. أنا حأحكي لكم شيء. الآن كلمة النجاح حقيقة تحمل معاني كثيرة،
يعني أنا ممكن أقول لك تنجح مع أسرتك هذا نجاح، تنجح بتربية أولادك هذا نجاح، تنجح بأنك تمارس نظام صحي يا سلام نجاح، تنجح بالعبادة أفضل طرق العبادات يا سلام نجاح، تنجح بأنك تجمع المال لأنه يكون عندك هدف سامي هذا نجاح. فإن كلمة نجاح تحمل معاني كثيرة وكبيرة، ولكن قواعد النجاح واحدة، أي النصائح لحضراتكم تمام، قواعد النجاح واحدة. إذا تربي ولد صالح تحتاج الوقت والجهد، أليس كذلك؟ إذا تعبد الله سبحانه وتعالى وترضيه وتدخل جنته تحتاج الوقت والجهد بإضافة الالتزام، وقت جهد التزام صح؟ إذا بقول لك تنجح بنظام صحي، هل في نظام صحي يصلح أن نعمله بساعة أو بنهار واحد فقط؟ لا، أحتاج وقت جهد التزام، وقت جهد التزام تمام. وكل شيء الآن بتشوفوا أنتوا يروج له أنه في نجاح سريع هو حكي يعني بلاش بصراحة، يعني أنتوا شفتوا كتير مرة عليكم أخي تعال تعلم اللغة بسبعة أيام، طب كيف شو هو يعني كرت ذاكرة حط لي إياه أو أنا عندي كرت ذاكرة بعطيك إياه بتعبي لي إياه لغة وباخده منك بحطه بعقلي ولا كيف؟ ما بصير، الله سبحانه وتعالى جعلها سنة كونية، الوقت والجهد، يحتاج كل شيء وقت جهد. فالآن اللي بتعلموا لغة تعرفوا أنتوا ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 مستويات، فبتلاقي والله صار له سنتين بيقول لك لسه عاتني انسان بالليفل الخمسة أو الستة أو السيفن أو صح؟ لأنه هيك حياة الإنسان هي عبارة عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن آدم بضع أيام، كلما انقضى يوم انقضى من بضعه، حياة إنسان بضع أيام سبحان الله، الله يجعل هذا العمر في إنجازات دنيوية وآخروية، يعني نكون عم نرضي ربنا، لأنه حتى ثقافاتنا للأسف الثقافة اللي انشأنا عليها المالية تحديدا واللي بيهمنا من جلستنا البزنس، يعني الثقافة المالية مو صحيحة من الأساس من الأهل، معظم الناس اللي موجودة معنا خاصة بالدول العربية للأسف ربيوا على ثقافة مالية مو صحيحة. يعني مثلا أنا بعض الفيديوهات اللي بعملها لروج عن مشروعي في ناس بتعلق بيقول لك أخي الرزق على الله، الرزق من الله ومهما عملت واجري يا عبدي جري لوحوش غير رزقتك ما بتحوش، هذا الكلام ما أنزل الله به من سلطان على فكرة، عرفتوا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم شو قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. هلا تعالوا ندقق على كلمة على المعنى، معنى وما توعدون، طب شو هو اللي وعدنا ربنا فيه؟ وعد شو؟ وعد اللي بيستغفر، شوف هلا شلون بنستنبط بقى، وعد المستغفرين انه يمدهم بالمطر يعني بالغيث من عنده سبحانه تمام، يرسل عليكم السماء مدرارة وبالبنين وبالاموال، اليس كذلك؟ المستغفرين طيب، وعد العاملين انه يجزيهم احسن ما عملوا، وعد المجتهدين انه يعطيهم شو يعطيهم؟ على اجتهادهم صح ولا لا؟ فإذا وفي السماء رزقكم ما توعدون، هي الحالة كافية أنه نفهم أساسا أنه كل إنسان قادر يكون ثري، قادر يكون غني، بينما معظم للأسف النشأة كانت أنه أخي أنت فقير ابن فقير بتضل فقير، هذا غني ورثان، لا غلط غلط. بالإحصائيات على فكرة العالمية اللي عملوا خاصة هذول الأوروبيين والأمريكان كثير بحبوا يحصوا الأشياء لأنهم سببيين زيادة عن اللزوم، عرفتوا؟ يعني هذا انتفعنا منه احنا أمة محمد، السببية تبعهم الزايدة انه بتمحصوا بكل شيء وبيغوصوا بكل شيء، فمن غوصانهم بيعملوا ابحاث كبيرة، فمن الابحاث مثلا انه راحوا بحثوا عن اللي ورثوا اللي بيرثوا فوجدوا انه 90% منهم فلسوا، اللي بيورثوا ورث المال بيفقدوا، وهي حالة منطقية ترى لانه ما بيعرفوا قيمته الورثان، مثلا ممكن الأب يكون هو اللي أنشأ المعمل وهو اللي تعب واشترى الأراضي وهو اللي يعني يجي الولد ما يعرف قيمة العمل ولا قيمة التعب، يبيع ويصرف ويفوت بقى مشاريع فاشلة لأنه هو ما عنده أساسا خلفية عن الشيء اللي عمله أبوه، عرفته؟ بينما وجدوا بالإحصائيات أنه الفقراء اللي أصبحوا أثرياء هن اللي حافظوا على الثراء، ومو بس هيك ولسه أبعد من هيك، حتى الفقراء اللي أصبحوا أثرياء ومن ثم أصبحوا فقراء رجعوا أثرياء يعني شلون هي؟
والله فلان فلس بس رجع ثري. يعني بدأ من الصفر وصار ثري وفلس رجع للصفر رجع ثري. ليش؟ لأنه الثراء الحقيقي هو ثراء المعرفة. المعرفة مو بس بتجيب مال، بتجيب كل شيء. المعرفة بتجيب كل شيء، تمام، والإرادة بتجيب كل شيء. فأنا حبيت دردش مع حضراتكم هاي الدردش نختمها إن شاء الله تعالى، إنه نعرف كلياتنا إنه في ضريبة رح ندفعها، رح ندفعها ضريبة النجاح ندفعها هلأ هلأ، شو؟ جهد ووقت وصبر. ولكن ضريبة الفشل تدفع لاحقا، ضريبة الفشل تدفع لاحقا. والفشل قرار مثله مثل النجاح، لأنه اليوم يعني إذا نجي فيزيائيا للحالة، إنه اللي أخذ قرار النجاح هذا بده يحط جهد، واللي أخذ قرار الفشل هو أيضا قرار الراحة والمكوث، هذا كمان أيضا حالة فيزيائية، هاي حالة فيزيائية هي حالة فيزيائية، عكسها موجود، يعني الجلوس هذا بحد ذاته شيء فيزيائي موجود، والعمل والجهد والعرق والبذل كمان أيضا هذا حالة فيزيائية، فالاثنين قرار. اللي يرتاح هلا، اللي قرر ما يعمل شيء هلا، رح يدفع الضريبة، حيدفع، ما في مجال أبدا. والحياة كلها شواهد، وقلنا عبر بالأولين، بعدين بيدفع الضريبة بقى لما بيكبر. والله يا جماعة الخير، يعني أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا كان عمري شاب، يا شاب عمري 23 سنة، حطيت جهد من عمر 13 سنة بالتجارات، بعمر 23 الله فتح علي. صدقا يا جماعة اشتريت بيت وسيارة ومحل وزوجت نفسي، وأبي كان عنده نص راتب تقاعدي لأنه طلع مرضي، حتى نص عطوه لأنه هو طلع مرضي يعني ما كمل الخدمة، عطوه نص راتب تقاعدي ما ورثت يعني، تمام. أنا عم بحكي لكم تجربتي على فكرة، وأنا مؤمن أنه ما القصد من كلامي هذا أني أقول أنا، لأنه نحن أولا وأخيرا عباد، كلنا عباد الله، بس عم بحكي لكم تجربتي مع النجاح. أنا بذلت بذل كتير كبير، كان بوقت قناعات الله سبحانه وتعالى غرس فيني بطريقة أو أخرى حسب نظام حياتي اللي عشته، تمام. فبقلكم أنه أنا عمري 23 سنة كنت فعلا مأنجز إنجاز كبير، ولما أركب سيارتي موديل السنة والله وتجول بشوارع دمشق، فكنت يعني تمرق علي الصور مرة بالأسواق، مثلا مارق بالأسواق بسيارتي لاقي رجل عمره 60 سنة عم يحطوله على ظهره كيس حمص كبير شوال، من قله بالشامي شوال حمص، يحمله من طريق لطريق. يا ربي شو هذا؟ طب هل أنا اليوم بعرف أنه الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر؟ أنا ما معترض على حكم ربنا سبحانه، هو أعلم أساسا، بس أنا بقصد أنه والله أعلم جزء من هاي الناس، عشان ما نجي نعمم ونفوت بالغلط، لأن ربنا له قدر، بس جزء من هاي الناس اللي 60 سنة عم يحط على ظهره كيس حمص لأنه ما أخذ قرار مبكر أنه ينجح، ما أخذ، يبدو أنه جزء منهم، مشان يكون واضح، يبدو أنه كان يلعب بشبابه، تمام. فللأسف صار في إهانة بكبره. وأنا هون بس بين قوسين نرجع ندقق عليها، ما القصد نعمم أنه والله كل حدا كبير يعني وصل لمرحلة مثل هاي أنه هذا أخي كان عم يلعب، لا، لأنه أخي أيام سبحان الله ربك له أقدار، ممكن لحنا نوصل كبار وربنا يعمل فينا هيك، هو حر لأن لحنا ملك لإله، بس لحنا اللي علينا نعمله ناخذ جزائنا ساعتها بالجنة، صح؟ يعني اللي بيعمل مثلا الآن وبيحط جهد والله سبحانه وتعالى بيكتب عليه فقر بكبره، هذا نحن بنسجد بنقول له حاضر مثل ما بدك يا رب، أنت يبدو اخترت لنا الجنة. بس مو أنه مثلا الإنسان ببداية حياته هو قادر ينجح ولسه صحته عليه ولسه قادر أنه يعمل وما يعمل، لا، هذا ملام. يعني شيخي راتب النابلسي الله يرضى عنه بيقول لك كلام واضح، بيقول لك في ناس اليوم عايشة بمسألة القضاء والقدر بطريقة خاطئة. يعني مثلا بريز كهرباء ببيتك شرايط مزلطة فيه، شرايط ما لم تسولي ومو مركب صح، لا سمح الله الولد تكهرب مات، تمام، ما هذا مو قضاء، يعني ما بنحط تحت القضاء والقدر، هذا ما أخذت بالأسباب أنت ومنعت الأذى عن أولادك مثلا، تمام. فكل شيء بالأسباب والاتكاء على الله.
ما بدي طيل عليكم كلام كثير على فكرة، بس بدي أحكي لكم شيء واحد، إنه النجاح الحقيقي مو كما تشاهدون اليوم الأوهام اللي موجودة اليوم من حولنا من كل حدب وصوب. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عن زماننا يكثر به الهرج، هرج ومرج وحكي حكي 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 كله حكي، ضيعة وقت. تعا تعلم لغة بسبعة أيام أو تعا أصبح ثري بشهر، أو في هذا الشيء مو موجود حقيقة. وأنا متأكد إنه لابد إنه ممكن يكون حدا منكم قطع أكثر من سنة وسنتين وعم يبحث عن هذا السراب، من رابط لرابط أو من موقع لموقع أو من ما في، ما مو موجود. عرفتوا؟ النجاح الحقيقي يتطلب الوقت والجهد والاستعانة بالله عز وجل، الاستمرار، الصبر. لأنه ربنا قال ولنبلونكم بشيء، من شو يا رب؟ شو بدك تبلينا؟ الله لا يبلينا يا رب، ويخفف عنا يا رب برحمته. شيء فقر، شيء نقص أموال، شيء نقص بالثمرات، شيء نقص بالأنفس، شيء. وبشر الصابرين. طبعا الصبر كمان حدثوا عن الصبر المزموم، الصبر اللي الإنسان ما بيعمل فيه، صبر مزموم، قاعد صابر بس ما عم يعمل شيء، هذا صبر مزموم. صبر له أجر، بس صابر أخي على الفقر، أي وبعدين لك أجر الصبر، أنت شأنك عالي عند ربك. بس صبر وبدون فعل هذا مزموم. لا أنا بصبر، مثلا الآن أنت بحالة مالية مثلا متدنية، أنا صابر على اسمة ربي، بس أنا أسعى لأني حسن الوضع المالي. يا سلام، هذا عبد رائع. فربي يحفظ الجميع، أسأل الله أن نراكم جميعا ناجحين، أسأل الله أنه يجعلنا من عباده الصالحين، ويجعلنا يا ربي من الفائزين بالدارين، لأنه اللي بيفوز هون وبيخسر هنيك هذا هو الخسران العظيم، واللي بيفوز هون بيفوز هنيك هنيك الفوز العظيم. الله يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا على موعدنا إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام أستاذ. صباحا، حياكم الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم. إن شاء الله تعالى.